احنا النهاردة عندنا ندوة مهمة جدا بتهمنا كلنا وبتهم الشباب والاطفال وكبار والصغيرين. الندوة بتاعتنا اسمها احنا اقوى من الاستسلام. اقوى من الاستسلام لاي شيء في الدنيا، مش بس المخدرات، اي حاجة في الدنيا احنا اقوى من ان احنا نستسلم ليه. الضعف الهدف بتاعنا ما نستسلمش، ان احنا ما نحققوش. لو في واحد عندنا عايز يذاكر ومش قادر دلوقتي ما يستسلمش للنوم. اي حاجة في حياتنا مش لازم نستسلم لضعفين، لازم نكون اقوى من اي استسلام. والنهاردة عشان احنا اقوى مع اي من اي استسلام هيكون معانا مدرب النيل، مدرب محمد شافعي، مدرب بصندوق مكافحة وعلاج الادمان، ومدرب مساعد للمدرب العالمي احمد قدوس. رحبوا معايا بالمدرب محمد شافعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم. في البداية طبعا بشكر حضراتكم لوجودكم معانا، واحنا سعداء جدا بتشريف حضراتكم لينا. وطبعا بشكر ادارة ساقية الصاوي انها بتتيح لينا الفرصة ان احنا نيجي نعمل اللقاءات المتميزة دي معاكم. في البداية يعني فكرة لقاءنا النهاردة انت اقوى من الاستسلام، لما جينا فكرنا فيه ان احنا نقدم للناس حاجة تفرق معهم في حياتهم بإذن الله، وتبقى تخليهم يمشوا في اتجاه ايجابي مش اي اتجاهات تانية، فكرنا في ثلاث حاجات مهمين جدا، وده هيكون محور لقائنا النهاردة. رقم واحد هو انت الذات. انت هو انت، كل واحد فينا بيمتلك ذات، بيمتلك نفس، بيمتلك جسم، بيمتلك قدرات ومهارات وامكانيات. هي دي اللي ربنا مديها لك علشان تسخرها في الكون ده كله في شيء مفيد ليك ولكل الناس. حاجة تانية القوة. مين بيمتلك القوة دي؟ كلنا عندنا الذات، كلنا بنمتلك النفس، كلنا بنمتلك الجسد، كلنا بنمتلك العقل، بس مين لديه القدرة بقى؟ مين لديه القوة ان هو يقدر يستخدمهم تجاه اي شيء في حياته علشان يبتدي ان هو ينشر نمو وينشر تنمية في المجتمع كله؟ القوة ممكن تقوى، القوة ممكن تقوى، ممكن احنا نشتغل على القوة بتاعتنا دي. علشان تالت حاجة في لقائنا النهاردة التحديات. علشان تحدياتنا اللي موجودة في حياتنا، ويمكن كتير من الناس بتسميها مشكلات وعقبات، ولكن احنا النهاردة في اللقاء ده بنسميها تحديات. كل ما التحدي كبر كل ما لازم يكون الذات والقوة تكبر كمان قصادها. كل ما الذات تضعف كل ما تبقى التحديات تقوى قصاد الذات، ايهما يتغلب على الاخر بقى؟ فانت اقوى من الاستسلام. الاستسلام احد تحديات الحياه، الاستسلام والضعف والفشل، وبيجي معاهم ادمان المخدرات وتدخين السجائر، لان دي اللي بتخلي الشخص نفسه استسلامه بيبقى قوي قصاد القوه بتاعه التحديات. وعشان كده النهارده كلامنا هيكونوا في النقطتين دولت، ان انت اقوى من الاستسلام. تعالوا مع بعض نبدأ لقائنا النهاردة بأول كلمة في لقائنا عن الذات. مين بيعرف يفكر؟ ها، مين بيمتلك التفكير؟ مين بيعرف يفكر؟ اللي عنده مخ ويفكر. تمام؟ أكيد طبعا، أكيد كلنا بنفكر. طبعا صحيح، كلنا بنفكر. حلو جدا. تعالوا كنا نخش في عالم المخ بتاعنا او عالم التفكير بتاعنا، نشوف احنا بنفكر ازاي، والتفكير ده جالنا منين، واحنا صنفناه ازاي. التفكير عبارة عن ايه؟ التفكير عبارة عن عمليات عقلية المخ هو اللي بيعملها، عمليات او نشاطات عقلية المخ هو اللي بيعملها، سواء داخليا او خارجيا. يعني النشاطات العقلية اللي المخ بيعملها ديت هو بيعملها من خلال مثيرات بيتعرض ليها داخليا. يعني انت من ذاتك ممكن تفكر من نفسك بتفكيرات معينة، وممكن كمان حد من بره يخليك يفكر في ده. زي ما اسألكم كده سؤال، 2 × 4 بكام؟ 2 × 4 بكام؟ بتمانية. عادي يعني 2 × 4 بتمانية. انا عملت لكم مثير خارجي لمخكم او لعقلكم، ابتدى ان المخ يسترجع خبرة قديمة. ادي الخبرة، العنصر التالي في التقرير في التعريف، الخبرة. انت بتسترجع الخبرة بتاعتك المخزنة جوه المخ. ال 2 × 4 بتمانية، عادي يعني 2 × 4. فاحنا بنستدعي خبرتنا اللي في المخ علشان نبتدي ان احنا نستفيد بيها. وخلي بالكم كل النشاطات العقلية اللي بيعملها سواء من الذات، سواء من الداخل او من الخارج، بتبتدي انها تحقق هدف من التفكير. كأي نتائج احنا بنوصل ليها سببها طريقة التفكير في هذا الشيء.
اللي بتوصلنا بالنتيجة بتاعتها دلوقتي. طب يا ترى التفكير ده، عمليات التفكير دي احنا بنجيبها منين؟ ايه هي مصدر التفكير او مصادر التفكير؟ واحنا صغر من صغرنا اول ما بنتولد يبتدي المخ يستقبل انوار، يبتدي يستقبل اشارات، يبتدي يستقبل طرق التفكير بتاعتنا كلها. احنا بنستقبلها من مين؟ احنا بنستقبلها اولا من الوالدين. الوالدين طبعا في بداية حياتنا كل طفل فينا زي ما كنا اطفال، صح؟ مش كلنا واحنا صغيرين كنا اطفال ولا كنا كبار، تمام؟ ابتدى ان احنا مخنا ينمو مع الوقت بكل شيء الوالد والوالدة دايما بيعلموها لنا، القيم والمبادئ والاخلاق والتربية، وتقدر ازاي تتصرف، وده عيب وده صح وده غلط، بنتعلم منهم، ابتدى نستقبل الافكار دي كلها. مخ الطفل في الوقت دوت بيبقى عامل زي الصحراء، صحراء رملة لما نحط فيها نقطة مية، في نقطة مية النقطة هتأثر في الصحراء؟ لا، هيبقى في تأثير، علامة النقطة في الرملة هتكون باينة وهتكون واضحة. طب لو الصحراء دي مليانة مية، مغمورة بالمية، نقطة المية هتأثر في شكل المية؟ مش هتأثر في شكل المية. عشان كده الطفل او احنا صغيرين لما بنيجي نستقبل مصادر التفكير دي بالنسبة لنا من خلال الوالدان بتؤثر فينا بشكل قوي جدا. طيب بعد الوالدان بيبتدي ان هو الشخص دوت او الطفل دوت بيبتدي ان هو يتعرض لمستوى ابعد او مستوى اوسع من التعارف والتعرف على الناس، او مستوى اخر من العلاقات اللي هي مستوى الاقارب. يبتدي يتعلم قيم جديدة، يبتدي يبقى عارف ازاي يتعامل مع والده ووالدته غير ما يتعامل مع عمه وخاله، يبتدي نتعلم منه قيم جديدة، قيم إيجابية ممكن أو قيم أي نوع تاني. فبيبتدي إن هو يتسع دايرة اتصاله بالناس لحد ما يبتدي يطلع بقى يشوف صحاب ليه، أصدقاء ليه، ودي بقى المجتمع الأكبر بالنسبة له، لأن الأصدقاء بيتعرض لنفس السن ونفس التفكير ونفس الاتجاهات، ويبتدي إن هو كمان يتعامل مع بيئات مختلفة ومتنوعة ما بينه وبين صحابه. هلاقي في حاجات متناقضه ما بين اللي اتعلمها او ما بين اللي احنا اتعلمناها في اللي فات في الوالدان والاقارب، ويبتدي ان هو يتعلم اكتر كمان من صحابه. فدول من مصادر مهمه جدا في التفكير. حاجه تانية كمان الاعلام، طبعا الاعلام مؤثر جدا بشكل كبير جدا، ويمكن الدوله ابتدت تنشر ارقام كبيره جدا لتعاطي المخدرات او تعاطي التدخين في المسلسلات والدراما، وبالذات في رمضان 30,000 مشهد واكتر من 30,000 مشهد رمضان اللي فات، اللي هو بيعرض او بيجذب الناس او بيشجع الناس لتحدي، بتقول لهم التحدي ده سهل بالنسبه لك، انت ممكن تقبل بيه وتقبله انك انت تلجا ليه. فالاعلام مؤثر بشكل كبير جدا، وطبعا مواقع التواصل الاجتماعي المنتشره جدا ما بين الشباب وما بين الاطفال، بيبتدي ان هو يتعلم ويكسب منها وما عندوش الفلتر في الوقت ده. فكره الاعلام هو ما عندوش الفلتر اللي يقول ان فيه ده ايجابي وده غير ايجابي. حاجه تانية كمان، المجتمع بعد ما يبتدي يتشرب الطفل دوت او الشاب دوت او الناشئ دوت من كل المصادر دي كلها، تبتدي تتكون عنده ثقافه مجتمع، نقدر نقول عليه هل مجتمع غربي او مجتمع شرقي، مجتمع ريفي او مجتمع مدني، بيبتدي يتشرب من ثقافه المجتمع نفسه. حتى لو اتنين اتولدوا مع بعض، واحد اتربى في مجتمع وتاني اتربى في مجتمع، هتلاقي مصادر تفكيره اختلفت وبالتالي تفكيره كمان اختلف. يأتي اخر شيء وهو الذات. طب الذات احنا نفسينا مش ممكن نغير من تفكيرنا؟ طبعا اكيد، وبنغيره في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل حالة نفسية عن التانية. والذات بيجي في الاخر علشان احصاءات بتقول او الدراسات بتقول ومؤكدة طبعا هذه الدراسات، ان الانسان بتتكون 95% من شخصيته لما بيوصل لتمن تسع سنين. 95% من شخصياتنا دي كلها اتكونت نتيجة البرمجة العقلية اللي حصلنا عليها من خلال المصادر اللي فاتت دي كلها. 5% اللي احنا بنبتدي نتعلم منهم وبتدي ان احنا نغير منهم 95%. شايفين قد ايه قوتنا احنا او ذاتنا احنا ممكن نقدر نتحكم فيها ازاي؟ بس لسه الكلام جاي كمان. عن مصادر التفكير حاجة تانية كمان، في حاجة اسمها الاستراتيجية العقلية، الانسان بيبتدي ان هو يكونها من خلال تكوين الافكار. يعني ايه الاستراتيجية العقلية؟ يعني عبارة عن مجموعة من الافكار المتتالية، افكار متتالية ومع بعضيها، بس هي بتتربط او الانسان بيربطها بزمان ومكان.
زمن معين ومكان معين بيبتدي يربط ما بينها وما بين الافكار دي. احنا اتكلمنا عن الفكره ومصادر الفكره، فكره مع فكره مع فكره مع فكره تؤدي الى نتيجه، دي استراتيجيه عقليه. بس الاكتر من كده والاعمق من كده ان الفكره دي ومجموعه الافكار المتتاليه دي بيبتدي ان هو يدعمها باعتقاد وتوقع. انا اعتقد من تصرفي لو انا عملته ده ايا كان التصرف ايجابي او سلبي اتوقع منه حدوث كذا، وبالتالي لما بنفذ القرار دوت بيؤدي الى نتيجه معينه، لان انا ربطه ما بين زمان وما بين مكان، مجموعه افكار متتاليه رابطها ما بين مكان وزمان. الاستراتيجيه العقليه دي بقى لما بتتكون عند الانسان مش هو ممكن اللي يكون مكونها بنفسه، ده كمان ممكن يكون حد من مصادر تفكيره مكونها لنفسه، هو بيبقى شافها، مرتبط باعتقاد ومرتبط بتوقع، لو فعلت ده هيحصل كده. ومع الوقت بيتحول بقى الاعتقاد دوت، الاعتقاد اللي احنا اتكلمنا عليه ده اللي هو بيكون بيه الاستراتيجية العقلية، ارجع تاني، الاعتقاد والتوقع لما بيبتدي ان هو ينفذه، الاعتقاد هو بيعتقد داخليا من جواه ان لو تصرف التصرف دوت، اقول لكم ايه التصرفات معينة دي، التصرف دوت هيوصله لتأكيد ويحول الاعتقاد الذهني دوت لواقع حقيقي، هيبقى يتحول في دماغه ده والافكار اللي متتالية في دماغه ده ان هو تكون واقع حقيقي في حياته، ولما يبقى واقع خلاص تبقى حقيقة، تبقى اكيد، يبقى شيء مؤكد جدا ان في حياته بيعمل كده. والناس في حياتها بتبتدي تعمل مجموعة من الاستراتيجيات العقلية من غير ما تاخد بالها. زي ايه؟ زي موظف ما في شركة ما اتطلب منه تقرير معين، تقرير انجازات او تقرير عمل، هيعمل ايه في التقرير؟ خطوة واحد هيبتدي ان هو يصمم التقرير، رقم اتنين هيعمل خطة، رقم تلاتة هينفذ الخطة، رقم اربعة هيقيم الخطة، رقم خمسة هيبتدي يعرض الخطة على المدير والمدير ممكن يرفضها. صح؟ ممكن يحصل كده. وكمان بنلاحظها في الازواج، مين اللي متجوز هنا؟ مين اللي متجوز؟ تمام. مين اللي مش متجوز؟ يا رب تتجوزوا يا رب، قولوا يا رب، قولوا امين. اسمعوا بقى الاستراتيجيه العقليه اللي بتحصل ايه للمتجوزين دول. ماشي، الزوج يجي يفكر ويقول ايه، يوم شاق في العمل، هروح والمواصلات زحمه زي النهارده كده، تمام، يوم شاق هيتبعها ايه، خطوه ثانيه او فكره ثانيه، المواصلات تبقى زحمه جدا، هخش البيت هلاقي في استقبال حافل ليا، وبعدين هتحصل النتيجه انها تنتهي بسعاده وهنا، استراتيجيه عقليه بسعاده وهنا. ماشي، فمجموعه افكار بيتبعها العقل عشان يبتدي يوصل لنتيجه معينه. ده الزوجه، ده اهم ما يتلم مع الاولاد استراتيجيه عقليه، افكار، فكره، تمام، عارفه، زعيق، شخط، مذاكره، هخش على المطبخ استراتيجيه عقليه ثانيه، هعمل ايه في المطبخ؟ هعمل ايه في المطبخ؟ نعمل اكل، نعمل حاجات، ننظف البيت، تمام. استراتيجيه ثالثه، العيال خلصوا مذاكره وبعد كده ابتدوا ان هم يلعبوا كتير في البيت، هتدوج بدماغنا. الاستراتيجيه اللي بعديها والخامسه، الباب خبط وجوزي دخل البيت، هيحصل ايه؟ هيحصل نتيجه، مظبوط؟ استراتيجيه عقليه، دي استراتيجيات عقليه الشخص بيبتدي ان هو يمشي فيها طالما هي مرتبطه بزمان ومكان وبتوصله لنتائج معينه، الاستراتيجيه العقليه، تمام؟ طيب احيانا الانسان بيبتدي يستخدم الاستراتيجيه العقليه دي في اتجاهات مختلفه، حد ياخد اتجاه يمين وحد ياخد اتجاه يسار، حد ياخد اتجاه ايجابي في اتجاه استخدام الاستراتيجيه العقليه ديت، وحد تاني ممكن يستخدم الاتجاه السلبي، وطبعا الاتجاه الايجابي هو اتجاه مقبول، وده اللي احنا ان شاء الله هنمشي فيه في قوتنا الجزء الثاني من اللقاء، قوتنا، القوه نفسها احنا نقدر ننميها ونقويها، الاتجاه الايجابي وليس الاتجاه السلبي. تمام كده، احنا عندنا ايه هو التفكير، عرفنا ازاي بنفكر، عرفنا ازاي ان التفكير مع التفكير بيؤدي الى استراتيجيه عقليه بنتبعها في حياتنا كلها بتؤدي الى نتائج معينه، عرفنا ان ممكن الاستراتيجيه العقليه ديت تمشي في اتجاه ايجابي او ممكن تمشي في اتجاه ايجابي،
من النهارده لازم نعرف كده استراتيجياتنا لازم تمشي في الاتجاه الايجابي ومش اتجاه تاني. احيانا الانسان بيقع في اخطاء بنسميها اخطاء التفكير. اخطاء التفكير شخص ممكن يخطا نتيجه تفكيره او طريقه تفكيره. تمام، انا ماشي صح، ماشي بشكل ايجابي كما اتخيل، ولكن بوصل في الاخر ان ممكن بعض الاحيان اخطا. وهنا احنا عاوزين نقول للناس ان في اخطاء كتيره ومتعدده جدا في التفكير، خطا في التفكير، انت اخطات في تفكيرك. احنا ممكن نصحح الخطا ده بمنتهى السهوله وبمنتهى السرعه وبمنتهى المرونه. اهم حاجه ان انت تدرك طريقه تفكيرك ديت، طريقه التفكير نفسها، تدرك انت بتفكر ازاي علشان تبتدي تصحح الفكره بتاعتك دي. في بعض الناس بتفكر خطا، او من اخطاء التفكير ان احنا بنقول التصنيف، بيصنف نفسه بس كده في موضوع انا فاشل. طيب انت فاشل ليه؟ انا قدمت في شركة واتنين ما قابلتنيش انها تشغلني معاها فانا فاشل. طيب تعال اقدم في شركة تانية، لا انا فاشل. تعال انجح، لا انا فاشل. تعال ذاكر، لا انا فاشل، انا عارف نفسي ان انا فاشل. هو يعني بيقول كده ماشي، فهو مصنف نفسه في تصنيفه كده ان انا فاشل، مصنف نفسه كده في تصنيفة ان انا مش هقدر، ان انا ضعيف. واخدين مالكم؟ طب التفكير دوت نتاج ايه؟ الخطأ التفكير ده بيجي منين؟ ايه اللي خلاه يخطأ في التفكير؟ ايوه، جرب وغلط، او في حد قابله، استراتيجية عقلية تمام؟ بس مشيت في اتجاه غير الاتجاه الايجابي تمام؟ فبيصنف نفسه، ده بنسميه خطأ التفكير التصنيف. ما تصنفش نفسك، مين اللي قالك ان انت مخلوق فاشل؟ مين اللي قالك انت فاشل؟ تمام؟ طيب حاجة تانية من اخطاء التفكير، التفكير اللي بنسميه الكل او لا شيء. الكل او لا شيء يعني ينجح 100% ولو ما نجحتش 100% يبقى انا كده ما ينفعش، مش هقبل ده تماما. ماشي، لو انا ما رحتش لاعلى شركة في مصر واشتغلت فيها يبقى انا بعلن كده ان انا مش قابل اي خيار تاني. عنده خيار واحد بس، الكل او لا شيء، يا اما ناجح 100% يا اما فاشل. تمام، لسه الانواع جايه كتير. لسه ما توشوشوش بعض، مش انا قلتلك؟ مش انا قلتلك؟ اصبري لسه هتيجي تقول لك دلوقتي، هتيجي اقول لك جنبيها. ماشي، التعميم الزائد. حد يجي يقول لك التعميم الزائد، يعني ايه التعميم الزائد؟ كل الشركات رفضتني، ده انا كل الناس عرفتها، كل الناس مش قابلاني. وهو يمكن يكون اتعرض لتجربة او اتنين، ولكن عمم التجربة او الاتنين دي بشكل عام على كل الناس. كل الجيل الجديد دوت ناجح وقادر ان هو يتقدم لقدام. ماشي، اصل كل الجيل اللي فاتنا دايما فهمنا وقريب مننا، صح؟ مش بنقول كده صح؟ اكيد صح، اكيد. ماشي، طيب ده خطأ من اخطاء التفكير برضه. الاستشهاد بالاستثناء. يعني ايه الاستشهاد بالاستثناء؟ واحد يجي يقول لك المخدرات حلوة، حلوة، ايش عرفك انها حلوة؟ لا اصل واحد صاحبي خد المخدرات وبقى كويس وجميل، فهي بالنسبة لي المخدرات حلوة، اصبحت اعتقاد بالنسبة له. ده استثناء. واحدة ربنا ما وفقهاش في ارتباطها، تقول لك ايه؟ لا ده كل العلاقات فاشلة. ماشي، كل ده مش هينفع كده، ده كل اي حد يرتبط لازم تنتهي حياته بده. ماشي صح ولا لا؟ لا طبعا مش صح، لان ما نستشهدش باستثناء، استثناء واحد بس ممكن يحصل او اتنين او تلاتة. الاستشهاد بالاستثناء من ضمن الحاجات الخطيرة جدا، ان الواحد ممكن يقول لك ما هو ده حصل، ما هو خد المخدرات وبقى كويس، ما هو شرب السجاير وبقى كويس، اهو جدي شرب السجاير والمخدرات بقاله 20-30 سنة وعايش حياته زي ما هو. هل هذا استثناء؟ نعم استثناء، لانه ما يعرفش حقيقة اللي بيتكلم عليه بالظبط، والكلام هيجي تتابعا باذن الله. طيب التضخيم او التقليل من الاحداث اللي بتحصل في حياتنا، ممكن احنا نضخم من الموضوع او نبتدي ان احنا نقلل من الموضوع، نقلل من مقدار الموضوع. ماشي، زي كده نرجع لحياتنا الزوجيه بقى والحياه الزوجيه للمتزوجين. ماشي، انت ما شفتش ايه اللي حصل؟ يا خبر ابيض على اللي حصل، اصل انت طول اليوم بره الشارع، بره في الشارع وفي الشغل، وسيبنا انا هنا في همي لوحدي. اصل انت ما تعرفش ايه اللي حصل، ده مصيبه، ده كارثه.
انت ما تتخيلش ايه اللي حصل، ايه ده كنت موجود معايا عشان تعرف. طب ايه يا ست اللي حصل؟ ايه اللي قولي لي ايه اللي حصل؟ اللي حصل اسكت اسكت، مش جارتي اللي قدامي خبطت عليا النهارده، خبطت كذا خبطه كده ولا بعدين انا اتخضيت وفتحت الباب وقلت لها اهلا وسهلا، قالت لي شفت النسيبه ايه اللي حصل؟ مظبوط. ايه اللي حصل يا خبر ابيض؟ طب مش تحكي لي؟ اسكتي، ده وانا بحط البطاطس في الفرن اتحرقت مني. يا خبر ابيض، هو كل دوت قصدك عليه؟ يعني هي خلاص المشكلة يعني البطاطس اللي اتحرق ده كمان جوزها في الاخر اكتشفنا انه بيحب البطاطس تبقى محروقة في طعمها، هو مزاجه كده ماشي. ففي بعض الامور احنا بنضخم من حجمها، وفي بعض الامور احنا بنقلل من حجمها، بنقلل من مقدار حجمها، ولكن احنا بنضخم من الاشياء السلبية وبنقلل من الاشياء الايجابية. وهقول لكم امثلة كتيرة جدا عن الموضوع ده. طيب، يجب الالزامية والحتمية، انا لازم 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 انجح السنة دي، انا لازم 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 ابتدي ان انا اتفوق على زميلي، لازم 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 اخد المخدرات، لازم 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 اطلع من شعوري السلبي واروح لاي شعور تاني. يجب الالزامية، انتوا لازم توفروا لي فرصة عمل، انتوا لازم تديني مصروف كبير، ما ينفعش كده، لو كده ما ينفعش، يا لازم ده. يجب الالزامية، دي من ضمن الحاجات الخطيرة جدا اللي بتخلي الشخص ان هو اي حاجة سهلة توديه للي هو عاوزه، توديه اللي هو عاوزه، اللي هو بقى الخروج من الحالة السلبية الى الحالة الايجابية في المشاعر والاحاسيس بتاعته، علشان يبتدي يلجأ للمخدرات. يقولك ده انا لازم اروح اشرب مخدرات، لازم اتراطى او ادخن السجائر عشان هتطلعه من الحالة السلبية دي كما يتخيل. يجب الالزامية، وخصوصا كمان يجب الالزامية دي يا جماعة، خلي بالكم في بعض الامور ربنا لا ييسرك ولا ييسرك ليها، سواء بارتباط او عمل او شغل او مواصلات او اي حاجة، اي شيء في حياتنا ربنا مش ميسر لك ده، ربنا ميسر لك في طريق تاني، هو مش عايزك في الحتة دي، ربنا ميسر لك اتجاه تاني، هو ربنا اشاء لك ده، فاوعى تقول لازم ده يحصل. حاجة تانية من اخطاء التفكير الرؤية الانبوبية، الرؤية الانبوبية يعني ايه؟ اكيد واحد كده بيبص في انبوبة طويلة ومغمض عين وفتح عين على الانبوبة دي، هو مش شايف غير الزاوية دي بس، ودايما في التفكير الانبوبي دوت بيبقى باصص لزاوية بس من زوايا التفكير اللي هو الجزء السلبي، طبعا شايف زاوية واحدة بس من زوايا التفكير، ودي اللي بتخليه توقف اخطاء اكتر كمان في التفكير، الجزء السلبي في اجزاء كتيرة وفي زوايا كتيرة جدا. وخلي بالكم يا جماعة، الانسان مستوى رؤيته او حدود رؤيته تبقى كبيرة جدا، انت بتشوف نقطة واحدة بس في حياتك، ولكن انت خلي دايرتك او دايرة نظرتك تكون متسعة لاشياء كتيرة او زوايا كتيرة غير الزوايا السلبية. حاجة تانية كمان، القبول باقرب وابسط الحلول. طبعا لو واحد معاه مجموعة كبيرة جدا من اخطاء التفكير اللي احنا عرضناها دي كلها، مجموعة كوكتيل مع بعض، هيبقى بالنسبة له اسهل حاجة واقرب حاجة ان هو ينفذها، وبنلاقي كتير من الشباب بيلجأ لأسهل حاجة وأقرب حاجة، إن هو بيستسلم نتيجة خطأ التفكير بس، إن هو بيلجأ للتدخين والمخدرات. تعالوا كده نقول لكم إن في مزارع أمريكي ابتدى إن هو يفكر إنه يبيع كل ثروته، ويبتدي إن هو يفكر في حاجة جديدة، عايز يشتري أرض زراعية جديدة، يعمل استثمار كبير في دول من دول جنوب أفريقيا. باع كل حاله وماله وراح الدولة ديت علشان يشتري أكبر مساحة أرض زراعية، بعد ما راح واكتشف إن الأرض لا تصلح تماما للزراعة، نتيجة إن هي مليانة بالعقارب والتعابين والتماسيح السامة. تفتكروا هيعمل إيه؟ مش الراجل ده المفروض يعلن إفلاسه؟ صح ولا لأ؟ صح اكيد، صح صح اكيد طبعا، باخطاء التفكير طبعا اكيد، لو احنا فكرنا بخطا التفكير. ولكن الراجل ده فكر بحاجه احسن كمان واكبر كمان من كده، الله الله، طب ما انا بص للموضوع دوت بقى، بلاش بقى النظره الانبوبيه بتاعتنا، احنا نبص للجزء السلبي، انت فشلت خلاص، انت فشلت، لا ده ابتدى ان هو يستخدم التعابين والعقارب ديت في اتجاه تاني، ان هو يستخلص امصال السموم بتاعه الحيوانات دي، فتح اكبر شركه لإنتاج المصل اللي جاي من الحيوانات السامة دي،
المصل ابتدى ان هو يبتدي يكبر اكتر بكتير من حلمه ان هو يبقى صاحب ارض زراعيه كبيره جدا في جنوب افريقيا. حاجه تانية، عملوا قبل كده تجربه وحبسوا، جابوا كده نص ازازه ميه مليانه، نص ازازه ميه، حبسوا جراده، ها حبسوا جراده جوه الميه جوه الازازه اللي هي الجزء الفاضي فيها. ابتدى ان هم يراقبوا الفراشه دي او ال ال الجراده دي، ها كله عارف نفسه. في اسماء كده على فكره لما بتتقال بنفتكر ايام زمان، مظبوط؟ هقول لكم عليها لسه الاسامي جايه يعني. بتقول لكم يا فراشه صح ولا لا؟ صح كانت بتقول لكم يا فراشه ولا بيقول لكم حاجه ثانيه؟ حاجه باربع رجلين، مظبوط؟ صح؟ والله لا هيجي دورهم ان شاء الله. واحنا كمان برضو اتنادينا بده كتير كتير منها يعني. طيب المهم، هم جابوا نص ازازه الميه المليانه وابتدوا يعملوا تجربه، حطوا الجراده في قلب الازازه وابتدوا يراقبوا الجراده، لقوا ان الجراده علشان تحافظ على حياتها ابتدت انها تمسك ايه؟ تحافظ على نفسها في مستوى ايه؟ مستوى بعيد عن الميه، انا ما جسمي ما يلمسش الميه، انا هفضل عايشه في الجزء الفاضي بس. بعد فتره ابتدوا ان هم يفضوا الميه واحده واحده واحده، الجزء المتبقي في الازازه هو مليان ميه، ابتدوا يفضوا الميه شويه شويه لحد ما الازازه فضيت تماما. حصل ايه؟ لاحظوا ان الجراده ابتدت انها تحافظ على المكان الفاضي، مش مدركه ان ممكن الوضع يتغير، ما ادركتش الازازه كلها فضيت، ابتدت انها تحافظ على حياتها في الجزء الفاضي ده بس لحد ما ماتت. نتيجه ايه؟ ان تفكيرها بس بيبص للجزء الفاضي مش الجزء المليان، بيبص دايما للوضع الحالي اللي انا فيه، ما بيبصش للفرص اللي ممكن تيجي لاي انسان. عشان كده بنقول تخلى عن اخطاء التفكير، اوعى تحط نفسك في فكره انت فكرت فيها بشكل غير صحيح، لان دي بنسميها اخطاء يمكن انها تصحح في اي وقت. واضحه الفكره؟ تمام؟ يلا بينا. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ ازيكم؟ كل تمام؟ عرفتوا ازاي بنفكر؟ يا ترى بقى حد فينا يقول لنا كان بيفكر ازاي ودلوقتي بقى هيفكر ازاي باذن الله؟ حد يجرؤ يقول كده؟ ها؟ تمام. تعالوا كده مع بعض بقى نتكلم عن الفرصه اللي معانا، احنا اتكلمنا على طرق التفكير ويمكن بان لنا ان في بعض الاخطاء اللي ممكن نقع فيها او بعض الاتجاهات اللي احنا ماشيين فيها او بعض الاستراتيجيات العقليه اللي انا بتبعها كل يوم بتوديني لنتائج انا مش عاوزها او انا مش راضي عنها او انا عاوز نتائج احسن منها، الا وهي القوه. فانت اقوى، انت قوي باذن الله، هتقدر تقوي القوه دي، تقوي العضله دي باللي احنا هنقوله ان شاء الله دلوقتي. ايه اللي احنا بنملكه بقى من قوه عشان نبتدي نرسخها في حياتنا؟ حلو جدا. شوفوا يا جماعه، احنا في حياتنا لما بنبتدي حياتنا بنبتديها زي الصفحه البيضه دي، بجد احنا بنبتديها زي الصفحه البيضه دي، وكل واحد بيمتلك كل ده. تعالوا كده مع بعض خطوه خطوه. احنا بنفكر في زرعه، لو احنا نبتدي ان احنا نستخدم الزرعه دي، ان احنا نزرع زرعه، احنا انا بسميها لكم الامكانيات. احنا كلنا بنمتلك الامكانيات. في بعض الناس ده تصنيف على فكره عشان الناس ممكن تختلف وتتفق مع ترتيبهم، بس خليك ماشي معايا، اشتري مني الامكانيات. البعض او يمكن الكثير بيقول لك ان كل البشر لديهم قدرات، بس انا بقول لك لا، كل البشر لديهم امكانيات. مفرد امكانيات ايه؟ امكانيه، صح؟ امكانيه. يعني ايه امكانيه؟ الله ينور على حضرتك، يعني يمكن، ممكن. امكانيه يعني امكان، يعني ممكن، ممكن كده وممكن كده. فاحنا بنمتلك جميعا الامكانيات. دكتور مجدي يعقوب ربنا يخليه لينا والمصر طبعا والعالم كله. دكتور مجدي يعقوب، مين دكتور مجدي يعقوب؟ دكتور القلب وجراح القلب العالمي. هل دكتور مجدي يعقوب عنده اربع عيون واحنا عندنا عيون اتنين بس؟ هل عنده مخين مكان مخين احنا بس؟ هل دكتور مجدي يعقوب عنده 200 مليار خليه عصبيه؟ 200 مليار خليه عصبيه واحنا ما عندناش ال 200 مليار خليه عصبيه؟ احنا عندنا على فكره 200 مليار خليه، كلنا عندنا ال 200 مليار خليه، تمام؟ طيب ايه اللي خلاه يبقى ممشي في الاتجاه ده واحنا نمشي في اتجاه اخر؟ مع ان كلنا عندنا الامكان،
ممكن، الامكانيات ممكن، بس الامكانيات دي ربنا بيحددها لنا بقى بحاجات معينه جدا، وعلى رسوم حاجتين، الهوايه والموهبه. الهوايه والموهبه. مطرب مشهور، تقول يا محمد طب المطرب المشهور عنده نفس الامكانيات بتاعتنا؟ نعم، يعني انا ممكن اغني حسب الهوايه والموهبه، بس احنا عندنا الامكانيات. اصل المطرب عنده ايه؟ عنده حنجره، يقدر يطلع الفاظ ينغمها بنغمات معينه. ما انت ممكن تاخده كورسات في دي، بس صوتك ممكن ما يبقاش بنفس قوته. فالامكانيات في التدريب والتعلم، ده لسه جايه التدريب والتعلم، حلو جدا تمام، بس ربنا ساعات بيصل لي في حاجات او في اتجاهات غير الاتجاهات اللي انا عاوزها، او بيصل لي في اتجاهات انا فعلا عاوزها. بس كلنا لدينا الامكانيات الا من عفاه الله. كلنا عندنا 200 مليار خليه، عندنا عينين، عندنا قدره على التحدث، عندنا قدره على تنميه عقلنا، تغيير اتجاهات تفكيرنا زي ما احنا ما قلنا اللي فات، ولكن ليست كفايه هذه الامكانيات عشان هنحولها انها من ممكن تحصل وتفضل كامنه، ممكن ممكن، ومن ممكن انها تحصل وتفضل ظاهره. بينمو الشخص بعد كده وينمي قدراته ومهاراته. طيب تعالوا كده مع بعض ننمي بقى القدره دي تاني. الامكانيات اللي بيظهرها الحاجات. الحاجات يعني ايه؟ الحاجات هو نقص معين في احتياج الشخص لشيء معين. انا محتاج شيء معين، محتاج اكل، محتاج اشرب، محتاج اثبت نفسي، اثبات الذات، محتاج للامن زي ما حددها لنا مازلو في هرم الاحتياجات. هرم مازلو الاحتياجات بيحددها لنا 5 احتياجات بالتدريج، وده من الحاجات الفسيولوجيه الى الحاجات لاثبات الذات او لاثبات الامن، او الحاجه الى الامن، الحاجه لاثبات الذات. حاجات، الحاجات دي بتولدها ايه بقى؟ طب انت محتاجين ايه؟ بنعرف الحاجات دي ازاي؟ بتيجي من خلال فرعين. الفرع الاول الدوافع. الدافع، شوف يا جماعه الدافع يعني ايه؟ الشيء لما بتيجي تدفعه من الخلف، بتزقه كده من الخلف، اسمه دافع. لو سحبته من الامام اسمه سحب، تسحبه. الدافع من الخلف، دايما الدوافع دي اللي بتجيلك من الخلف. يعني ايه من الخلف؟ من الماضي. والدافع مرتبط بألم، توتر، ضيقه، موقف صعب حصل لك في حياتك، ده لازم يديلك دافع. لو انت فضلت في السابق، لو انت فضلت في السابق في الدافع السلبي دوت، هيصبح خطأ من اخطاء التفكير. ولكن دور على اي موقف في حياتك انت محتاج تغيره من دلوقتي. الدافع هو بيأتي من الماضي علشان نبتدي نكتشف الحاجات. طب واللي بعديها؟ الرغبة. يبقى انا انزل محتاج انت حاجة تدفعك من الخلف، حاجة تدفعك من الماضي علشان تحركك قدام. طب في بقى حاجة بتدفعك من الامام او بتسحبك من الامام؟ الرغبة في التغيير، ان انت يكون لك عندك رغبة، انا عاوز اتغير، عاوز اكون ايجابي من النهاردة. طيب يا ترى انا محتاج انجح، لان السنة اللي فاتت ما جبتش مجموع كبير، وان شاء الله في رغبتي ان انا اجيب مجموع اكبر باذن الله. هل ده كفايه؟ لا، لازم يكون عندك اراده. يعني ايه اراده؟ ان تريد، بس عاوز تتغير. عندك اراده؟ عندي اراده. عاوز تتغير، تريد ان تتغير، لان كتير من الشباب عنده حاجه، انا نفسي وعندي الام في الماضي ونفسي احقق رغبات في المستقبل وعندي امكانيات. بتعمل ايه؟ ما بعملش حاجه. لازم يكون عندك إرادة، أن تريد. بتيجي منين الإرادة؟ الإدراك، تدرك، يكون عندك كده إدراك إنك أنت عندك حاجات ودوافع ورغبات وإرادة، إنك أنت تدرك بإمكانياتك. إيه تاني؟ القرار، قرر، لأن في كتير من الناس بتدرك هي عايزة إيه، وعندها إرادة إنها تبقى عاوزة إيه، وعندها حاجات ودوافع ورغبات وإمكانيات، ولكن ما بتتصرفش في القرار. كتير من الناس المدخنين بنسألهم انت بتشرب سجاير؟ انا بشرب سجاير. عاوز تبطل؟ مش عاوز ابطل، بس انا خلي بالكم ممكن ابطل في اي وقت، عندي ارادة اريد ان انا ابطل في اي وقت، عندي ادراك ان التدخين مضر، عارف ان التدخين مضر، عندي حاجة، عندي دافع في الماضي، ممكن يكون تعرضت الالم او ندم من خلال التدخين او غيري من اللي بهتم بيهم وبحبهم، اسرتي اتعرض لمشكلة نتيجة تدخيني انا نفسي،
وعندي رغبة ان انا اتغير، بس انا ما عنديش القرار. عندي كل ده بس انا ما قررتش لحد دلوقتي. قول يا رب ان شاء الله في وقت من الوقت ابطل، ادعي لي لما اتجوز ابطل. وكتير من الناس يقولك ايه ده لما اتجوز ابطل سجاير ان شاء الله، قرار ان شاء الله ما بطل ان شاء الله هتجوز. يجي يسألوا المتجوزين، يجي يسألوا يا عيني المتجوزين الغلابة محتاجين حاجة تطلعهم من الكرب اللي هم فيه. قرار عمره ما يرجع فيه ابدا، ماشي؟ قرار يعني، تمام؟ فانت محتاج قرار في ده، في تغيير ده. طيب اللي بعده، ماشي؟ هنا بقى المهم جدا اللي انا اتكلمت عليه في البدايه، القدرات والامكانيات. شفت بقى الامكانيات بتيجي منين؟ علشان نحول الامكان لقدره لازم كل دوت يحصل. طب يا محمد مش ممكن الواحد من الامكانيات على القدرات؟ ممكن، ممكن النهارده تقول النهارده باذن الله استطيع ان انا اعمل كذا، بس اللي هيدفعك ويخليك مستمر الدافع والرغبه والاراده والادراك والقرار، مهمين جدا 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 لكل شخص. القدرات يعني ايه؟ يستطيع، مرادف قدرات قادر يعني يستطيع. مين هنا بيعرف يسوق عربيه؟ ها كويس جدا، شكرا ليكم، هايل جدا. مين فيكم ما يعرفش يسوق عربيه؟ شكرا، احسن، الحمد لله، شكرا. ستات الحمد لله، تعلموا براحتكم. طبعا طبعا اكيد، يعني هقدر اقول كده، انا مش واقف لوحدي على المسرح يعني. طيب اذا هل كل واحد يستطيع من اللي هم بيسوقوا عربيه ان هم يسوقوا عربيه؟ طبعا يستطيع، فقدرات. طب اللي ما يعرفش يسوق عربيه من الممكن ان هو يسوق عربيه؟ ها امال ممكن، صح؟ في حد يقول لك لا 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 لا، هو من الممكن بس انت مش محتاجه لده، انت ما عندكيش الدافع لده. بابا بيوصلني كل يوم، فبالتالي ما عنديش الرغبه دي، فالورقه دي موجوده مش موجوده، فبالتالي مش هتكملي المسيره دي كلها، فبالتالي ما عندكيش اراده ولا ادراك ولا قرار اصلا، انا مش محتاجه ده. شفتوا التسلسل ماشي ازاي؟ طيب امتى بقى او ازاي احول الامكانيات بكل القوه ديت ان انا احولها لقدرات استطيع؟ طب انا يا محمد فعلا ما بعرفش اسوق، وعندي الدافع وعندي الحاجه وعندي الرغبه وهكذا، وقررت ان النهارده ان انا اتغير واحول امكانياتي دي لقدرات، ازاي؟ زي ما الاستاذ الجميل قال لي، من خلال التدريب تحول القدرات او الامكانيات بكل ده بالتدريب او بالتعلم، تتعلم او تتدرب على ده عشان تحول الامكانيات الى قدرات. الورد دي عجبكم؟ الزهرة دي عجبكم؟ لا، لازم تبقى شكلها جميل اكتر من كده. هنا بقى بتنبت الزهرة، كل ده بينبت فيه الزهرة. الزهرة دي بيكون ايه بقى؟ معتقد، وده بقى اساس الواقع اللي احنا بنعيشه دلوقتي. المعتقدات، المعتقد ده بقى هو اللي بيبتدي يطلع الزهرة او الناتج بتاع الزهرة لكل شخص في حياتنا علشان نكون الزهرة دي كلها او الوردة دي كلها. المعتقدات، والمعتقدات هي اللي بتخلينا نقول ده صح وده غلط. والمعتقد بيجي منين؟ زي كده اقول لكم على سبيل المثال على المعتقد، يعتقد ان التدخين ليس ادمانا، ده اعتقاد. التدخين يؤدي الى الرجولة، ده اعتقاد. الاعتقاد هنا في اساسه بس كده، الاعتقاد بيولده مجموعة من الافكار، فاكرين في الجزء الاولاني بتاع انت في افكار بتولده؟ ايوه. طب يا محمد انت معتقد ان التدخين ليس ادمانا ولا ده فكرة؟ لو فكرة يبقى انا سمعتها ما شفتهاش. هم بيقولوا زي ما بنقول كده، هم بيقولوا ان اللي بيشرب سجاير بيبقى راجل، ده معتقدات سلبية طبعا يعني، او افكار سلبية. ممكن الشخص دوت من خلال الفكرة ان هو يشوف حد فعلا شرب سجاير، او هو بالفعل جرب علشان يبتدي يصدق ان ده فعلا بيؤدي الى الرجولة كما يعتقد وهما. فممكن المعتقد دوت يمشي بمجموعة افكار في الاتجاه السلبي وليس الاتجاه الايجابي. احنا قلنا ان الافكار والمعتقدات بتبقى ليها توقع، لو انا عملت كده هيحصل كده، لو انا شربت سجاير قد تؤدي الى ان تحسسني ان ابقى راجل كما يحدث خطأ يعني،
انا بعرض يا جماعه لحضراتكم معتقدات سلبيه سايره ما بين الناس. او واحد يقول لك فكره ده الواحد لما بيجد بيجد، من جد وجد ومن زرع حصد. لو عنده اعتقاد بكده مش فكره، مجرد فكره، عنده اعتقاد بكده هينفذ، يكون عنده التوقع بكده. كل ما اتعب كل ما كون ده كله هتبتدي تظهر الزهره الجميله دي. هنا بقى الميول هي اللي بتخلي الشخص يبتدي يتجه او يبتدي ان هو يشوف خيار ميال لي، قلبه ميال لي فبيمشي فيه. هقول لكم زي ايه كده. واحد بيعتقد ان الحياة ما تنفعش من غير عمل. اعتقاده كده، انا فعلا وشفت في حياتي وانا جربت ان فعلا الواحد ما ينفعش يعيش من غير عمل. العمل ضروري، واخدين بالكم؟ فدي وراها فكرة، وراها توقع، انا لما هشتغل باذن الله هحقق ذاتي. تمام؟ طيب يا ترى تحب تشتغل فين؟ احب اشتغل في شركات استثمار، احب اشتغل مهندس، احب اشتغل دكتور، احب اشتغل ميكانيكي، هندسه السيارات. لا بس انا مش ميال تجاه الموضوع ده. فالميول هنا بتحدد الشخص هيمشي في انهي اتجاهات، اللي هي اللي بعدي الطرق بقى اللي بياخدها. مين فينا هنا ساكن في ابعد حته عن الزمالك؟ ساكنين فين؟ ابعد حته زي فين؟ مطار القاهره. اوه اهلا وسهلا، اهلا بيكم، شرفين الهرم، زملائنا. ها الهرم اجدع ناس، مطار القاهره ربنا يعينك ربنا يعينك. ها طيب مطار القاهره، هقول لك انا بقى، هل يا ترى وانت جاي من النهارده قررت هتيجي ازاي؟ قررت ازاي؟ جيت ازاي؟ مواصلات. حلو المواصلات والله. جيت بانهي مواصله؟ كويس جدا. طيب عنده فكره، توقع ان هو يجي في ساقه الصواب بالوسيله دي، كان عنده ميول تجاه المواصلات وده حاجه كويسه مش وحشه، ابتدى يتجه الاتجاهات بتاعه زي ما انت قلتها من رمسيس لحد ما وصلت الزمالك وكده ساقه الصواب. طب ممكن تاخدها ماشي؟ لا ليه؟ ما هنا انت عندك، ايوه، ما فيش ميول عندك ان انت تمشي المسافه دي كلها، ما عندكش ميول، فبالتالي مش هيبقى عندك اتجاهات، وبالتالي انت عندك توقعات تجاه الوسيله دي او الطريقه دي، فمش هتاخد القرار ده. واضحه الفكره ولا مش واضحه؟ تمام. طيب الاهداف، مهم جدا ان كل شخص يكون عنده هدف في حياته، لان كتير من الناس عندها ميول واتجاهات وتوقعات وافكار ومعتقدات بس بتفقد الهدف، وكتير من الناس عندها اهداف ولكن بتفقد الخماسي بقى، الفعل 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 التنفيذ. يا ترى ظهرت حياتنا بالشكل دوت ولا لا؟ هل فيها فعل؟ هل عارف اتجاهاتك؟ هل عارف ميولك، توقعاتك، معتقداتك، قدراتك، ارادتك، حاجتك، علشان تبتدي ان انت تظهر بالنتائج دي. قبل النتائج، قبل ما اقول النتائج، في حاجه مهمه جدا، ان الزهره ديت بتحتاج للي يرويها. تخيلوا يا جماعه كل وقت كده لازم الزهره دي حد حاجه ترويها، الا هتدبل، هتبوظ، هتبتدي الاوراق دي انها تقع منها واحده في واحده في واحده. ايه هو الحافز؟ الحافز مهم جدا، التشجيع. والحافز خلي بالكم يا جماعه، اوعى تنتظر حافز من خارج، ماشي؟ يعني ما تنتظرش الحافز او التشجيع من الخارج، من الناس اللي حواليك. مهم جدا ان انت تاخد حافز من الخارج، ولكن حافز الذاتي بالنسبه لك انت، فينك؟ فين تشجيعك انت لنفسك؟ فين مكافئتك انت لنفسك؟ انا في العاده لما بدي محاضره الحمد لله ببقى راضي عنها، الحمد لله، ببتدي اكافئ نفسي بجد والله. النهارده اشجع نفسي ان انا النهارده باذن الله اروح اشتري كوبايه عصير قصب، تشجيع. انا بشجع نفسي، ان لو انت انتظرت تشجيع الاخرين هتنتظر حاجتين، يا لا نتيجه، يا نتيجه غير متوقعه. طبعا النتيجه مش غير متوقعه، غير متوقعه يعني. حلو، كويس، برافو. وبعدين فعشان كده الحافز بتاعك انت من جواك هتبتدي ان انا هعرفه من خلالي انا بس. حاضر، هسأل، هسمعك، كملي كده. دي النتائج، كل دي هي النتائج اللي احنا بنحصل عليها، دي نتيجة حياتنا. نتيجة حياتنا لو مشيت في اتجاه ايجابي تبقى بشكل ورود جميلة او بشكل منظر جميل. مع الوقت ومع التنفيذ ومع الفعل ومع التأكيدات اللي بتحصل الظهر ديت بتبتدي تتكون عندنا قناعات. والقناعات هي قناع،
بيبتدي يرتديه الشخص على وشه، صعب قوي انك انت تغيره، بس ممكن نغيره. والقناعات ديت هي الافكار اللي مرتبطه بمعتقدات واستراتيجيات عقليه وحاجات وميول واتجاهات وفعل اترسخ عند الشخص ده. فخلي بالك من اعتقاداتك، خلي بالك من قناعاتك، ونتائجك انها تكون في الاتجاه الايجابي علشان الورده تبقى بالشكل الجميل ده كله. تعالوا كده مع بعض نفكر ونشوف، هل يا ترى كل شخص فينا بيبتدي يفكر في ذاته، احنا اتكلمنا عن الزهره، بيفكر في ذاته في الاتجاه ده ولا الاتجاه ده؟ الاتجاه الايجابي ولا الاتجاه السلبي؟ الاتجاه ايجابي ولا اتجاه سلبي؟ الاجابه اكيد المفروض طبعا احنا نبص في الاتجاه الايجابي. طب اتجاه سلبي؟ لا، انت لازم تغير من تفكيرك النهارده، ده طرق تفكير، اخطاء من التفكير. احنا بنبص بس للجزء السلبي ده. طب يا محمد لولا هذا ما كان ذاك، صح؟ لولا الجذور ما صارت هذا. بس لو احنا بصينا بس للجذور ديت، ما دي الدوافع، دي المشاكل اللي حصلت لي، دي الضغوط اللي حصلت لي، انا بصيت لها بس هفضل هنا، مش هنبط بره خالص. فاحنا نستفيد بتجاربنا السلبيه في اتجاه التصرفات الايجابيه. يعني ايه؟ يعني ان احنا نعمل الاقدام على التفكير الايجابي. تبص للزوايا المختلفه لاي تفكير، تبتدي تنظر الى الزهره بتاعتك انها تطلع بشكل جميل وشكل كويس. اصل طالما في احتمال الايجابي، طالما في احتمال السلبي، وطالما في احتمال السلبي في احتمال الايجابي، ولازم ان انت تبعد عن او الاحجام عن السلبيات، تبعد عن السلبيات بس تستفيد منها، تدي لك دافع، قرب دايما من ايجابيات وما تخافش، ما تخافش. تعالوا كده نسال مع بعض سؤال، يا ترى يا جماعه الناجح بيستخدم مخه اكتر ولا الفاشل؟ ها، مين فيهم بيستخدموا مخهم اكتر، الفاشل ولا الناجح؟ الاثنين بيستخدموا قدراتهم العقليه واحده بالظبط كده. بعض الناس يقول لك لا ده الفاشل بيستخدم اكتر، لا ده الناجح بيستخدم اكتر. في حد يقول لك يلا نقول بقى الاثنين، خلينا بقى نفكر ايه في زوايا مختلفه. لا، الاثنين بيفكروا فعلا، الاثنين ما فيش حد فيهم بيستخدم عقله اكتر من الثاني، بس النتائج بتاعه الايجابي بتخليه بيرفع لفوق، انما نفس قدراته العقليه والامكانيات العقليه بيستخدمها في السلبي بتخليه ينزل لتحت. ده الفرق. كان زمان حكوا لنا قصه اكيد كلنا سمعناها، ان كان في الارنب ابتدى ان هو يتصارع مع السلحفاه ويبقى مغرور، يا سلحفاه تعالى انا وانت نعمل سبق. فاكرين القصه دي؟ معروفه طبعا، صح؟ ابتدى ان هم يتجمعوا كل الحيوانات في المدينه وفي الحديقه، ابتدى ان هم يحطوا خط بدايه وخط نهايه. طبعا في البدايه الارنب وقف على الخط والسلحفاه كمان هي ايه؟ وقفت على الخط. طبعا انطلق الاسد، طبعا ايه؟ انطلق، كله انطلق. جه الارنب في الطريق عمل ايه؟ لا، السلحفاة عماله يعني تتحرك خطوه 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 خطوه، يا عيني. اعتقد الارنب ان هو ايه؟ انا ممكن انام جنب الشجره وارتاح لحد ما يجي السباق هجريهم على طول، مظبوط ولا لا؟ وفي الاخر مين اللي كسب؟ السلحفاه، صح؟ في بعض المدربين كمل القصه دي، ان هم كملوا قصتهم، ودي مش قصتنا النهارده يعني، كملوا قصتهم ورحلتهم مع بعض. المهم في الاخر اكتشفوا ان الاثنين لازم يحتاجوا لبعض عشان يعدوا الغابه كلها. طب سيبكم من القصه، بالعقل وبالمنطق كده، لو السلحفاه ده حقيقي حقيقي يعني، السلحفاه مين اسرع من السلحفاه؟ الارنب ولا السلحفاه؟ مين اسرع من الثاني؟ ها؟ مين؟ الارنب، مظبوط؟ اكيد طبعا، اكيد الارنب. سيبكم من القصه وان هو نام، مفيش ارنب بينام. الارنب اسرع طبعا من السلحفاه، والسلحفاه ايه؟ هتخسر طبعا. تعالوا كده مع بعض نشوف فيديو في اليابان. عملوا مسابقه فعلا ما بين الارنب والسلحفاه. شوف هيحصل ايه. لو الصوت مش موجود استاذك، الصوت مش موجود، بس الصوت مش ظاهر على الـ على الـ وقف كده. خلي بالكم نقطه البدايه، رجع كده الفيديو من اول، اعملي بلاي وبوس بعد كده، اعملي بلاي وبوس عشان اقف ده. ايوه اعملي بوس، اعملي بوس. طيب شايفين البدايه كانت السلحفاه فين والارنب فين؟ هل
ابتدوا على خط واحد ولا لا؟ ها مين اللي كان المتقدم؟ السحلب. بصوا الأرنب، بصوا الأرنب عمل ايه الأرنب؟ بصوا ده بدا منين وده بدا منين؟ انهي اسرع؟ الأرنب. شفت الأرنب بقى لا ايه؟ مين فيهم اسرع، السحلفه ولا الارنب؟ مين فيهم اسرع، الارنب ولا السحلفه؟ طب مين فيهم اللي فاز، الارنب ولا السحلفه؟ السحلفه. ليه بقى فازت؟ حد بقى كده عاوزكم ارائكم بقى كلها تقولوا لي ليه الارنب خسر مع انه هو اسرع، وليه السحلفه كسبت مع انها هي الابطا؟ اتفضل. الفعل. الله ينور عليك. الفعل تمام استاذ احمد عيد. استسلم تمام، في نص الطريق استسلم. رائع، تفضلي. عندها اصرار، تفضلي. الاقدام، عندها اقدام اكتر من ارنب. رائع، حلو جدا. ارنب بص يمين وشمال وقف تمام. رائع. تاني تفضلي. كسل في الطريق صح، ما كملش مع انه هو كان سريع، ده بدا متاخر عنها وسبقها بكتير بس وقف. طب ليه كده؟ ها حاجة مهمة جدا انتوا، ده ايه السحلفة هدفها كده، هي ماشية بخطوات ثابتة، لو بتبص يمينها ولا شمالها هي شايفة هدف قدامها، حتى لو ماشية خطوة خطوة خطوة، حتى لو اللي حواليها ماشيين أسرع منها ملهاش دعوة بيها، هي ليها دعوة بنفسها وبس. خليك من النهاردة سحلفة، ما تكونش أرنب، ما تنبسطش بالقفزات اللي أنت بتعملها، بتقف تبص يمينك وشمالك. السحلفة عارفة طريق معين، ماشية في خط مستقيم، حتى لو خطواتها بسيطة هتوصل، هتوصل. عشان كده بنقول لكل الناس خليك عندك هدف، اوعى تبص يمين وشمالك، ما تخليش حاجة توقفك. انت اقوى من الاستسلام، انت اقوى من الاستسلام فعلا، اوعى حاجة توقفك. خلي بالكم الارنب بتعرض لتحفيز ما عندوش رغبة ان هو يكمل، حفزوه الارنب السحلفة، حد حفزها من بره عشان يشجعها؟ لا، هي عندها اعتقاد بل قناعات من جواها انها هتنجح طالما هتستمر. شفت بقى الاراده، والاراده والقدره والرغبه والدافع وكل شيء، الزهره اللي احنا اتكلمنا عليها في اللي فات. فخلي بالك، خليك سحلفه، ما تبقاش ايه، ماشي تمام. تعالوا كنا نعمل مقارنه ما بين شيئين، ما بين الايجابيه والسلبيه، عشان تبقى انت عارف تاخد انهي اتجاه فيهم، عشان تفكيرك ما يسيطرش عليك. في حد بيختار صورة زي كده، واحنا مش عايزين طبعا يختار الصورة دي، وفي حد بيختار الصورة دي. تعالوا كده مع بعض نعمل مقارنة سريعة ما بين الاثنين. اللي بيفكر ايجابي شجاع مقدام زي السحلفة، بيفكر بشكل ايجابي. انما الارنب او عفوا السلبي بيفكر بان هو يكون خايف من العقبات او المشكلات او التحديات، بيبقى خايف، ما بيقدمش عليه، بينزل لتحت. الايجابي متفائل، دايما بيبص بالموضوع بتفاؤل اكتر من السلبي، بيبص بتشاؤم. الايجابي دايما مرن، ما عندوش حاجه توقفه، ما عندوش يجب في اخطاء التفكير، عنده طرق مختلفه جدا، عنده مرونه عاليه جدا في حياته. انما السلبي متصلب في ارائه. الايجابي مخطط، عنده خطه معينه بيمشي عليها. انما السلبي بيفكر في الحظ، ان هو يبقى محظوظ، يا ترى الحظ جاي لي امتى علشان ابتدي ان انا ايه، يجي لي الفرصه اللي هتنجحني. الايجابي بيبقى متطور دايما على طول، بيحول امكانياته دايما على طول لقدرات. ولكن السلبي تقليدي، بيرضى باللي هو وصل له. الايجابي فارض، صاحب قرار، انما السلبي مفروض، بيتبع القرار. الايجابي بيصنع الفرص، عنده فرص كتيرة، ودي فن على فكرة يا جماعة في صناعة الفرص، هو بيصنع الفرص لنفسه، وكل فرصة بتجيله من الخلف من الدافع، وبتديله قوة من الرغبة. إنما السلبي بينظر
بينتظر الفرص، هو بيبص للفرص، منتظر الفرص، يا رب يجيب لي الفرصة، يا رب ألاقي الفرصة، ما بيشتغلش على نفسه زي الإيجابي. دايما بيفكر الإيجابي في الحلول، فكر في الحلول ما تفكرش في المشكلات. السلبي دايما غرقان في مشكلاته، إنما الإيجابي بيفكر في حلول المشكلات دي، أو حتى بيبص للمشكلات إنها تحديات. الإيجابي بيتعلم من الخطأ، ولكن السلبي بيتكرر الخطأ دوما. ويمكن أينشتاين قال حكمة قديمة، قال وقالها كده صراحة، من الغباء تكرار نفس الشيء بنفس الوسيلة وانتظار نتائج مختلفة. بعدين مالكم نفس الوسيلة ونفس الطريقة هتبقى نفس النتائج برضو، تمام؟ حاجة تانية كمان، يمتلك هو الإيجابي دوت بيمتلك تجارب مفيدة، إنما هو دايما بيمتلك تجارب محبطة، ودايما حصل لي ودايما عدلي. هو أكيد الإيجابي حصل له نفس التجارب ويمكن أصعب، ولكن هو حولها لإيجابيات ومن السلبيات. أنا عاوز بقى حضراتكم دلوقتي تفرد إيدك الشمال، فرد إيدك الشمال كده بالشكل ده، تمام؟ وأنت بفتح عينيك الاثنين، تمام؟ لا سحر ولا شعوذة، ماشي؟ افرد إيدك الشمال، أيوة. عاوزك بقى كده يا زياد إنك أنت وأنت فتح عينيك الاثنين تخفي الجزء الأيسر من الصورة، أيوة. مش عاوز، اعمل بقى بإيدك كده، إيه الغي ده كله؟ الغي ده كله، تمام؟ عاوزك بس تفكر في الجزء الايجابي ده. انت من النهارده ده كل صفاتك دي اتصرف بده، وخد القرار ان انت تكون الشخص الايجابي بده، تمام؟ خلاص نازل ايك، هو ده الجزء الايجابي، تمام؟ الوضع حليوة اصلا. انت ده، استرجع تاني، انت ده، كل ده انت ده، وقرارك هو ده. هتقول يا محمد ما انا عايز كل عمري في ده، وعايش كل عمري في المشاكل والهموم بتاع، وعاوز فعلا فرص. انت بتفكر بشكل سلبي. يتعلم من سلبيته انه يكون ايجابي. ربنا بيدينا عصرات في الطريق علشان تقوينا مش تضعفنا، عشان تقوينا مش تضعفنا. اوعوا تتخيلوا ان اي شخص ناجح او اي شخص ايجابي حلم وامن حلمه على الايجابية، او حلم وامن حلمه على النجاح. ده بالعكس تعب وشيء كتير جدا عشان هو في مكان النجاح ده. وهو تتخيلوا ان في شخص ناجح ملوش اعداء النجاح، في عصرات ربنا بيعملها علشان تفوق. الشخص ده ممكن يفوق من غرور او كبر، او يفوق ان هو ياخد خطوات اكتر واكبر من اللي هو كان فيها. واخدين بالكم؟ فاحنا مش عاوزين ننظر الى التجربة السلبية ديت بالايه؟ بالانبوبة دي، ان انا شايف الحتة دي بس. لا، دي فيه فرص كبيرة جدا، علشان ممكن تكون فرص كبيرة ضاعت مننا، ونبقى زي الجرادة اللي في قلب الإزازة اللي موتها اعتقادها ان هي وبس ده الجزء. الفرصة بالنسبة لي هي دي الفرصة الوحيدة. طيب انا دلوقتي اعرض لكم صورة بعد اذنكم. استني سيبيلي سيبيلي، خليكم مركزين كده كويس، بصوا في الشاشة. طبعا برحب بصديقي العزيز دكتور محمد رمضان والأستاذ وليد عبد الظاهر، اهلا وسهلا. زملاء صندوق مكافحه الادمان والتعاطي، اهلا بيكم. هنعمل لكم دماغ النهارده. طيب ركزوا في الشاشه كده كويس. هتظهر لك صوره دلوقتي بامانه، تقول لي اول حاجه شفتها كانت ايه. انت ممكن تشوف حاجتين بس، اول حاجه شفتها كانت ايه؟ اعرضي كده. ها، اول حاجه شفتها ايه؟ اربع اشخاص. رائع. حد شاف حاجه تانية؟ اول حاجه شفت الاثنين. رائع. شفت الاشخاص؟ لا، دي اول حاجه الاشخاص، كويس. حد شاف غير الاربع اشخاص؟ مين شاف الشطرنج او الفازات؟ اول حاجه، اول ما شفت الصوره شفت الفازات. مش عاوزين حد يخم. ها، حلو. بس اول حاجه كانت ايه؟ حد شاف الفازات اول حاجه؟ رائع جدا، شاف فيه ناس، تمام، اهلا وسهلا. مين شاف الاشخاص مره واحده؟ رائع جدا، شكرا. مين شاف الاثنين اول مره؟ راجل كويس. في دراسات بتقول ان الاشكال اللي بتدي ايحاء بصورتين اللي هي فيها الجزء الفاتح الابيض ده والجزء الغامق، اول شخص بيبص على الصوره انها فازات هو ميال للايجابيه، واول شخص بيشوف الاربع اشخاص هم مايلين اكتر للسلبيه او التفكير السلبي. اكيد طبعا، كلنا امرا طبعا، اكيد. بس اهم حاجة ان انا ما اقتنعش ان انا مش شايف غير الاربع اشخاص، لا، ده انا ممكن كمان اشوف الفازات، فدي فرصة بالنسبة لنا. مخك
مخك على ما تعوده. زي الازواج كده بالظبط. مخك على ما تعوده. بيشوف الجزء الايجابي وممكن يشوف الجزء السلبي. ماشي؟ ياريت نشوف الاثنين. علشان لما نشوف الاثنين نتعلم من السلبيات علشان نبني الايجابيات. ما نشوفش السلبيات وبس. واخدين بالكم؟ السلبيات السلبي والايجابي هو تصرف، قرار، سلوك، فعل، نتائج، قناعات، معتقدات، امكانيات، قدرات. كل الزهرة اللي انا عرضتها لكم دي كلها هتخليك ايجابي طالما انت قررت انك تكون ايجابي. طيب مين فينا بيعزف عود؟ مين فينا بيعزف عود؟ اهلا وسهلا. انا بحرك عود ولا جيتار كذا. الله اكبر، مش عارف اتكلم كده. شوف يا جماعه، انا سالت حد يعني من الزملاء كان بيعزف جيتار، بيقول ان يعني صحح لي برضه، ما اعرفش هل ده في الجيتار بس او في الجيتار والعود، بس دي صوره عود، ان الاوتار بتاعه الجيتار متقسمه لجزئين، جزء تريبل وجزء بيز. هل في العود كده؟ حلو تمام. يعني ايه التريبل والبيز؟ التريبل ده اللي بتدي النغمه الناعمه، نغمه ناعمه، انما البيز بيدي النغمه الغليظه. عشان كده الفنان بقى فينا لما بيجي يعزف المعزوفه دي يبتدي ينوع ما بين البيز والتريبل. ماشي؟ ينوع ما بين ايه؟ البيز والتريبل، عشان يعمل نغمه جميله ودغمه يعني تعجب الناس كلها والناس تعجب بيه كعازف. طب تخيلوا بقى واحد عمال يعزف ايه؟ بالبيز بس، بان 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 بان، او بالتريبل نغمه واحده بس كده، هندوش ولا لا؟ ها؟ هندوش. عشان كده فن حياتنا ان احنا نعمل معزوفه باللي احنا هنقوله ده بالظبط. الانسان في حياته بيسعى لاثبات ذاته. لاثبات ذاته، دايما الانسان بيبتدي ان هو يطور من نفسه ويبتدي ينمي من نفسه حتى يصبح في تقدير للذات بالنسبه له. او بالنسبه للناس الاخرين. عشان كده في توكيد الذات او في اثبات الذات الشخص لازم يعمل معزوفه جميله جدا من خلال هذه الاله الوتريه، سواء جيتار او عود. اول حاجه في النغمات الوسطى في العود او في الجيتار التفاوض، ان الشخص هنا بيتفاوض مع غيره. نغمه جميله جدا. يعني ايه التفاوض؟ الشخص بيبقى عنده في توكيد ذاته، ودي قمة توكيد الذات، ان الشخص نفسه يبقى عارف ايه هي حقوقه وهي واجباته، وفي نفس الوقت عارف حقوق الاخرين وواجبات الاخرين، فبيبتدي يتعامل من هذا المنطق. انا عندي رأي، يبقى عنده احتمال الايجابيات والسلبيات، وانت كمان رأيك في رأيي يبقى عنده احتمال الايجابيات والسلبيات، والعكس صحيح. انا من وجهة نظري شايف ان رأيك في ايجابيات وسلبيات، ومن وجهة نظري انا كمان رأيك في ايجابيات وسلبيات. ده فن التفاوض. لازم الانسان يكون فنان في ده، في اثبات ذاته. هتثبت ذاتك بده، تعرف حقوق وواجباتك وتعرف حقوق وواجبات الاخرين كمان. احيانا الانسان بقى بدل ما يعمل الوتر ده بيبتدي يستخدم اوتار تانية. وتر الرفض، لا انا ارفض رايك ده، انا بحترم رايك بس انا ارفض الراي ده. زي ما واحد كده يعرض على شخص تاني انه يشرب سيجاره او يتعاطى المخدرات، لا انا رافض ده. المفروض يستخدم نغمة الرفض دي، وبعد كده ممكن يستخدم نغمة التفاوض، ان هو يبتدي يقتنع بكلامه ان ده شيء سلبي مش شيء كويس. واحيانا مع التفاوض ده بيبتدي ان هو ينزل درجة كمان، التسامح. والتسامح شيء ايجابي جدا للشخص، ان هو بيجي يتفاوض مع اي شخص في اي موضوع او اي مشكلة او اي قضية ما، ممكن هو يتسامح معاه. يعني ايه التسامح؟ انا ليا حق عندك، انت نفسك مش، حتى لو انت مش مقتنع ان انا ليا حق عندك، بس انت لازم تعرف ايه هو حقي ده، وانا قدام الله انا مسامح في ده. فالنغمه دي نغمه كويسه ونغمه ايجابيه، بس اهم حاجه ان الشخص دوت اللي انت بتتفاوض معاه يكون عارف انك انت ليك حقوق وانك انت مسامح فيه. احيانا بيرتفع بينا الوتر او الغلظه بتاعت البيز او التريبل بان احنا بنشوف حاجه تانية. الغضب بعد الرفض ما ينفعش، ممكن اغضب عليه، انفعالاتي تكون عليه قويه، اغضب ازعل منه، ابتدي ان انا يبقى انفعالاتي تبقى مش زي الاول، ابتدي اتخذ اتجاه اعنف من الرفض، بس مش مجرد الرفض، لا الغضب كمان. واحيانا كمان بنزل من
في اكتر من كده كمان من التنازل. طب ايه الفرق ما بين التنازل والتسامح؟ التنازل هو مش عارف حقي، انا ليا حق عند الاخر بس انا حتى مش عاوز اعرف ايه حقي ده فبتنازل. احنا هنا بننزل بدرجة الضعف وهنا بنرتفع بدرجة القوة بس ماشيين في اتجاه تاني، ماشي؟ فالتنازل انا ليا حقوق عند الاخر بس انا مش عاوز اعبر عن حقوقي للاخرين دوت علشان ممكن دوت يتقال عليه ان انا عنيف او ان انا رافض او ان انا غاضب، وانا مش عاوز صورتي تبقى كده. ابتدينا ان احنا ننزل اكتر من او نبعد اكتر من موضوع التفاوض. طيب في نغمتان تمام تبقى اكتر من الغضب، العصبية. فالعصبية بتبقى اكثر من الغضب، بتبقى فيها انفعال، والعصبية بتستمر في المواقف، وهنا الخطورة. لو العصبية استمرت من موقف للتاني ممكن تبقى حالة في حياة الانسان. فلما الشخص هنا بيبقى عصبي نتيجة ان هو غضب وما بقاش ينفع مع الاشخاص اللي بيتعامل معهم في حياتهم، فبيستخدم نغمة اكثر غلظة اللي هي البيز العصبية. في مقابل التنازل في العجز، بيصبح الانسان من كتر التنازل بيصبح عاجز قدام الشخص اللي قدامه، برضو نتيجة قناعات ان انا لو انا طلعت فوق شوية كده هطلع في العصبية، انا مش عايز ابين نفسي ابقى كده، او ان الشخص العصبي او بيوصل لحالة الغضب او العصبية دوت انا مش عاوز انزل عشان الناس ما تقولش عليا ضعيف، فبيستخدم كل الاشياء ديت علشان يعبر فيها عن ذاته ولكن باتجاه شارد عن المنتصف اللي هو التفاوض. مع العصبية قد تصل الى التشاجر والخناق مع الشخص التاني، التبادل بقى بالايدي ولا الكلام ده كله. في مقابل بعد العجز هو الاستسلام، شخص مستسلم اي قرارات غيره. استسلام انا مش قادر اعمل اي قرار، قراراتي هي قرارات الناس اللي حواليا، ماشي؟ مستسلم انا مش قادر ان انا اخد اي قرار لان انا دايما كده ببقى عارف ان قراراتي هي قرارات الناس اللي حواليا. وفي التشاجر والاستسلام، ده التشاجر مقابل الاستسلام، هنلاقي بقى في حاله بتسمى في علم النفس بالعدوانيه. يصبح الشخص ده لو اصبحت سمه بتتكرر في حياته يصبح شخص عدواني، في مقابل الشخص ان هو يكون شخصيه سلبيه. عشان كده عايزين من النهارده حياتنا تكون بها نغمات مختلفه ما بين الاوتار دي وبعضيها، ان انا ابتدي ان انا اشكل نغمه كويسه بالاوتار دي. بلاش بس نطلع بره الاوتار بتاعه الاله بتاعتنا، ان احنا نقدر نعزف بيها معزوفه جميله تكون علاقات قويه جدا ما بيننا وما بين الاخرين، علشان نبقى في حاله التفاوض ونثبت ذاتنا ونقدر ذاتنا والناس كمان نفسها تحترم ذاتنا تجاه تصرفاتنا معاهم وافعالنا وردود افعالنا تجاه الناس دي كلها. واضحه الفكره دي؟ تمام. دي قوه بالنسبه لك ان انت من النهارده تعزف معزوفه كويسه جدا، ما تبقاش تبتدي تستخدم نغمه واحده بس وخلاص، او نغمه واحده بس وخلاص، سواء في التريبل او في البيز. اعمل نغمه كويسه تبقى محترف عزف الات اجتماعيه ما بينك وما بين الناس. اتفضل. كويس. ايوه. تمام كويس. يتقطع. الله ينور على حضرتك. ارتخاء تام، صح، مظبوط كده. انا بحيي حضرتك. استاذنا بيقول ان الوتر الغليظ هو وتر مشدود، مشدود جدا على الاخر، على الغليظ مرتخي عشان يطلع النغمة الغليظة، انما الوتر اللي بيطلع نغمة رفيعة موجود على الاخر يكاد يكون ينقطع، مظبوط كده. فعشان كده بقول لك خليك في فكرة التفاوض. تمام. اهلا بيكم، زيكم، اخباركم ايه؟ اتكلمنا عن ايه دلوقتي؟ انت الذات. اقوى. يبقى انت اقوى من ايه؟ من الاستسلام، من التحديات. تمام. احنا في التحديات زي ما قلت لكم في البداية احنا هنتكلم اكثر تركيزا على موضوع التدخين والمخدرات. تمام. هنتكلم اكثر، احنا ناخد تحدي من التحديات الكبرى في المجتمع اللي هي التدخين والمخدرات. عشان كده نتعلم مع بعض نعمل تجربة، وبخصوص هذا الموضوع انا جايب لكم حاجة هنجربها. ايه رأيكم؟ حاجة هنجربها في سبيل ان احنا نتكلم عن المخدرات والتدخين. الحاجة دي جميلة. هقول لحضرتك الحاجة اللي معايا دي جميلة، طعمها حلو، هتعجبكم ببلاش.
ما فيش اي عقوبة عليكم، انا ضامن ده. اهلا اهلا. التجربة دي ببلاش، التجربة دي متاحة لأي حد كبير أو صغير، هتنبسط هتبقى سعيد. أنا معايا حاجة، اللي عاوز مين اللي عاوز يجربها؟ أهلا 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 أهلا. استني في زباين كتير. أهلا أهلا، تعالي اتفضلي حضرتك، اتفضلي هنا، تعالي اتفضلي. أشوف بس أول ثلاثة رفعوا إيديهم، اتفضل حضرتك، تعالي اتفضلوا. يا سلام، حيوا الناس دي تحية كبيرة جدا جدا جدا. ممتاز ليكم، ادوا وشكم من الناس، حيوا تحية كبيرة جدا 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 جدا، عشان دول إيجابيين عندهم دافع من جواهم، ما عندهمش خوف. يا ناس يا كسل اللي قاعدين، الناس اللي قاعدة وشايفة ناس تانية بتقول أنا هقوم أجرب. طيب، طب مين فيكم اللي قاعدين عاوز يجرب التجربة دي؟ هديله فرصة كمان. مين؟ يا سلام يا سلام، أهلا وسهلا حضرتك، اتفضلي قومي وقفي بس خليكي في مكانك. أهلا وسهلا، مين اتفضلي حضرتك، بخليكم في مكانكم، راجعين اتفضلي. طيب وانت في مكاني، كويس جدا، شكرا. بص يا جماعة بقى، اللي أنا عاوز أجربه لكم أجيبه لكم النهاردة خصوصا أنت، بومبو بومبو، اتفضلي بومبونية، تمام كده، ها حلو جدا، خليكم معايا. والناس اللي واقفه برضو ليكم بونبوني، اتفضلوا. تعالى زيزو كده، زيزو بعد اذنك، هو زيزو حدا، ادي لهم بعد اذنك يا زياد البنوته اللي هناك بعد اذنك، تمام، خليكم واقفين زي ما انتم، تمام، حلو كده. والناس اللي قاعده مش حد عايز يجرب، ابتدوا ان هم يجربوا، لا 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 هجرب بقى. شوفوا بقى يا جماعة، بص يا بنات اللي واقفين، يا شباب شوفوا بقى، الناس لما بتيجي تعرض سلع على الناس بنلاقي ان المجتمع انقسم جزئين، جزء حابب يجرب اللي هما معايا، وجزء مش حابب يجرب كل اللي قاعدين دلوقتي، في ما عدا ان انا اللي اخترتهم، في اكتر من ثلاثة، ولكن الناس اللي هتجرب هي تبقى معايا هنا اهي، والناس اللي مش هتجرب الناس اللي قاعدة. يبقى اذا في ناس ايه؟ قولوا معايا، ناس هتجرب، قولوا لي ناس ايه؟ ناس هتجرب، حلوين، وناس ايه؟ مش هتجرب. خلينا في الناس اللي هتجرب سنة واحدة. الناس اللي هتجرب من هنا اللي قالوا أول ما سمعوا تجربة يا سلام مش عارفين، ارفع ايديك أنا هجرب. الناس اللي هتجرب في منهم هتعجبوا البونبوني ده، وفي منهم مش هتعجبوا البونبونية دي. في منهم يقول لك الله البونبوني ده منين؟ جايبه منين؟ وبكام؟ وفين؟ قول لي هشتري قد كده. في حد ياكل البونبونيه كده ما تعجبوش وما يسالش هو جابها منين او حبها ازاي؟ جربوا كده البونبوني، هو كله نوع واحد، كله صالح يعني. دي بالمنتول، استنوا اللي واقفين لسه ما جربوش، الناس اللي واقفه اللي جربت لسه، الناس اللي جربت بس خليكم ان انتوا واقفين، استنوا الناس اللي واقفه، الثلاثه اللي واقفين بحييكم، خليكم واقفين زي ما انتوا بس ما تجربوش البونبونيه دلوقتي. ماشي. عليها باسورد ولا ايه؟ ها؟ طيب مين اللي عجبته البونبونيه؟ رائع جدا، كويس. ما عجبتكش البونبونيه؟ الله يسامحك. شفت بقى؟ في ناس لما بتيجي تبقى عندها دافع التجربه، اللي هي الناس الاثنين اللي هيجربوا، واحد منهم التجربه هتعجبه، وممكن حد من الناس اللي التجربه بتعجبه ما تعلقش معاها التجربه. زي كده البنات اللي بتتفرج على قنوات الطبخ، في أكلة ممكن تعجبك على طول تجربيها، بس ممكن الأكلة دي تتكرر وممكن الأكلة دي ما تتكررش، ما عرفش ليه ما علقتش معاه. فإذن اللي هيجربوا إيه؟ اتنين منهم هيجربوا، واحد منهم التجربة هتعجبه والتاني التجربة مش هتعجبه. طب الناس بقى اللي مش هتجرب ما ينبسطوش، لأن في منهم عندهم دافع التجربة ولكن هو إيه؟ ما بيحبش الغموض، يعني هو عنده كده، عنده كده من جواه يقول لك ايه ده، انا اشوف التجربه على عين غير الاول وبعد كده هبتدي ان انا اقرر اجرب ولا لا. الناس اللي هي واقفه، الثلاث بنات اللي واقفين وغيرهم، ماشي، يقول لك ايه، انا ما كنتش رافع ايدي الاول، بس انا لما شفت الموضوع فيه بونبوني لا ده انا هجرب بقى اشوف التجربه عامله ازاي، تمام كده. فدول بقى اللي بيحفزوا من الناس اللي بتجرب فعلا السلعه دي. ده ايه؟ الشخص الاولاني اللي هو
هيجرب ولا مش هيجرب؟ ركزوا معايا، انتوا زعلانين ما خدتوش بونبوني؟ اذا اتنين هيجربوا، واحد منهم هيستمر في التجربه والتاني مش هيستمر، واتنين مش هيجربوا زي القاعدين كلكم والواقفين. واحد منهم مش هيجرب وقتيا لما يشوف التجربه على غيره عامله ازاي. ولكن في ناس قالت كلمه جميله جدا، ازاي اجرب حاجه ما شفتهاش؟ الله ينور عليكم. دول بقى ايه؟ ابناء صندوق مكافحه الادمان المتطوعين. ماشي بجد، مهما كانت المغريات مش هجرب، البونبونيه حلوه مش هجرب، ببلاش مش هجرب، ما عنديش عندي الحافز برضو مش هجرب. واضحه الفكره عامله ازاي؟ حيوا السته تحيه كبيره جدا جدا جدا، وحيوا زياد محمد على مساعدته ليا، حيهم تحيه كبيره جدا، بشكركم جدا جدا. عشان كده يا جماعه في موضوع التعاطي والمخدرات والتدخين ما ينفعش في حاجه اسمها جرب، ما ينفعش، اوعى تجرب مهما كانت المغريات ومهما كانت الدافع بالنسبه لك، اوعى تمشي في الطريق ده حتى لا تستسلم. شفتوا الصوره ديت عامله ازاي؟ ها ايه رايكم؟ مين فيهم الناجح؟ يأس اللي فوق مظبوط. طب مين فيهم اشتغل اكتر؟ الله ينور عليكم، اهو اللي تحت اشتغل اكتر. ومين فيهم لو كمل، مين فيهم لو كمل هيكسب اكتر وياخد فرص غيره؟ اللي تحت، لان اللي تحت لو كمل اخر خطوه عملها كان زمانه خد الذهب ده كله، وما سابش فرشه، ما سابش فرصه. على فكره انا معايا زمايلي من الصندوق هنا، يعني فاهميني كويس جدا، يعني استاذ نرمين اسامه، اهلا وسهلا بحضرتك. حي يا جماعه معايا استاذ نرمين اسامه، كبير المساعد الاستاذ احمد قدوس المدرب العالمي ومدرب مساعد دكتور ابراهيم الفقي. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ نرمين، تشريف حضرتك فوق دماغنا من فوق والله بجد، يعني الله يخليك يا استاذ نرمين. فمين اشتغل اكتر؟ هو ده. بس مين اللي استسلم؟ هو ده. طب مين اللي هياخد فرصته؟ اللي فوق. كان ممكن ياخد فرصة الناس دي كلها، ولكن على اخر خطوة استسلم. الاستسلام معناه ايه؟ التوقف عن المقاومة والاعتراف بالهزيمة. خلاص انا انهزمت وصنفت نفسي ان انا اكون فاشل وخلاص على كده. مين اللي قالك؟ دي ممكن تكون اخر فرصة بالنسبة لك، اخر خطوة، اخر خطوة بالنسبة لك، هتاخد كل الكنوز. اوعوا تفتكروا وتقولوا ان دي اخر فرصة بالنسبة لي. مين اللي قالك؟ قصة معروفة مشهورة لاختراع المصباح الكهربائي اللي ضرب في عيني، مين اللي اخترعه؟ اديسون، مظبوط. اديسون اخترع بعد كام تجربة؟ اديسون اخترع المصباح الكهربائي بعد 9999 تجربة. الراجل ده، ياه شفت انت بتقولي ياه ازاي؟ الراجل ده لو عمل التجربة دي 60 مرة هنلومه؟ ده احنا لما بنقول ده انا عملت الحاجة دي 60 مرة، 60 مرة، انا بالفعل ما كنتش عاملها 60 مرة، عاملها مرتين ثلاثة اربعة، ده لو عملتها اربعة، بس انا بقول 60 مرة، ده عملها بقى، ده عملها 9999 مرة. طب تخيلوا بقى اديسون ده بعد التجربة 9999 مرة اللي احنا ما نلوموش عليها، ان هو ما اخترعش المصباح الكهربائي، ما عملش التجربة رقم 10000، كان اخترع المصباح الكهربائي؟ لا، هو زي ده كده بالظبط. طالما عنده هدف، فاكرين السحلفة؟ فاكرين السحلفة اللي فازت على الأرنب؟ هي بالظبط كده. طالما عنده هدف، اوعى تضيع آخر فرصة، انها ممكن تكون آخر جهد انت بتعمله في الهدف ده اللي انت قصدك عليه. ليه كده؟ حلوة جدا. عارفين سباقات شد الحبل؟ عارفين ولا لا؟ اللي عارف، عارف سباقات شد الحبل؟ مين فيهم اللي بيكسب؟ القوي؟ عنده إصرار؟ رائع جدا. الدراسات أثبتت إن 70% من أسباب نجاح الشخص، استنى، من نجاح الشخص الفائز هو استسلام الطرف الآخر. بدليل لما بيكسب بيوقع كل الناس. تاني، النجاح شد الحبل، فكرة شد الحبل بتبقى واقفة على ايه؟ على استسلام الطرف الاخر وليس نجاح الشخص ده. طبعا ناجح بقوته ولكن باستسلام الطرف الاخر. عشان كده دايما بيشدوا الحبل.
في قوة وفي مقاومة. أنهي فيهم أقوى، القوة ولا المقاومة؟ ولا القوة؟ إذا زادت القوة أصبح القوة أقوى من المقاومة، وإذا زادت مقاومة الفريق دوت، إذا كانت زادت مقاومة الفريق ده أصبح القوة قصاد المقاومة اللي قصادها. يعني كل ما قوتك زادت كل ما المقاومة زادت، كل ما أرادتك زادت، كل ما تحولت مقاومتك أنت للتحديات والمشكلات هتكون أنت أقوى منها. تبادلية. بس أنهي فيهم اللي يكسب؟ مين فيهم اللي هيستسلم؟ أنت قلت إن اللي بيشد الحبل أكتر هو اللي بينجح، ولكن هي واقفة على استسلام الطرف الآخر أكتر. عشان كده أستاذ الأستاذ أحمد قدوس كبير مساعد الدكتور إبراهيم الفقي، ربنا يا رب رجعونا بالسلامة، قال لنا إيه؟ قال لنا حكمة كبيرة جدا، تحدى التحدي حتى يعلن التحدي أنك أنت له تحدي. يعني خليك أنت تقاوم حتى تصبح أنت تحدي، إن التحدي نفسه يعلن أنك أنت بالنسبة له تحدي حتى تنجح. قاوم حتى تنجح. أوهام الاستسلام. في بعض الناس بتتوهم بالاستسلام، أوهام وليست أسباب. هي المسمى بتاعها أسباب، ولكن أنا بسميها أوهام. أوهام الاستسلام زي إيه؟ أولا بقى في قدرات أعلى مني. طب ما احنا قلنا إن القدرات ممكن تنمى، حول القدرات بإيه وإيه؟ التدريب والتعلم. حول الإمكانيات الى قدرات علشان الامكانيه تبقى المقاومه او القوه ديت تبقى انت قوه ليها، تبقى انت تحدي للتحدي. العقبات والمشكلات، دي مشكلات كبيره تقابلني في حياتي، مش هلاقي شغل كتير. كتير من شبابنا دور على شغل ما لقاش شغل، دور على شغل ممكن تكون اخر فرصه انت بتدور عليها. حول المشكلات والعقبات دي لتحديات، حولها لتحديات. حول المشكلة دي لتحدي بالنسبة لك، ان انت تحدي. فاكرين الحبل مين فينا اللي هيغلب؟ تمام. تاني حاجة، البدء متأخرا وضياع الفرص. ان انا خلاص بدأت متأخر والفرصة ضاعت بالنسبة لي، لا، مفيش حاجة اسمها ضياع الفرص. احنا اللي بنصنع الفرص. من ضمن التفكير الايجابي صناعة الفرص، ان الشخص هو اللي بيصنع الفرص دي. مغريات الطريق المعطلة، زي الارنب كده في السباق اللي عملوه في اليابان. الارنب وقف ليه؟ عمال يبص يمينه وشماله، عطلته. بيبص المغريات في حياته او في طريقه عطله. هدفه وامل ان هو يشتغل في شركة الفلانية، لقى شركات صغيرة قدامه فيها فرصة عمل يشتغل فيها، ضاع حلم. وكتير من الشباب بيبقى عنده حلم قوي جدا هو ينفذه ببلده، ولكن مغريات الطريق، فرص بتخليه يسافر بره يشتغل شغلانة اقل بكتير من اللي ممكن يشتغلها هنا، يشتغل شغلانات بكتيرة ما يقبلش ان هو يشتغلها هنا بس بيشتغلها هناك. دي بنسميها المغريات الطريق المعطل. التحدث الذاتي السلبي، دايما بيقول لنفسه انا فاشل، انا مش هقدر، انا مش هقدر اكمل. ويبتدي يستخدم نغمة ايه بقى في الجيتار. فاكرين نغمة الجيتار؟ تريبل ولا البيز؟ الغليظة. تمام، المرتخية دي. تمام، يبقى في حالة سلبية، حالة عجز، حالة استسلام. لازم نستغل على حالة التفاوض والقوة والارادة اللي عندك. ضعف المقاومة، ده اللي احنا قلنا عليها في شد الحبل. لو ضعف المقاومة الفريق التاني كسب، هياخد منك فرص كتيرة جدا في حياتك. عشان كده عاوزين نكمل رحلة حياتنا في اكبر تحدياتنا النهاردة اللي هو التدخين والمخدرات. وسريعا سريعا سريعا هقولها لكم. السيجارة اللي احنا شايفينها ديت اللي فيها اوراق التبغ الصفرة دي فيها ايه؟ كتير بيحصل. ده بقى الفرق ما بين التفكير الايجابي والتفكير السلبي. شاورما، اهلا وسهلا، منورين. خلاص دي السيجارة يا ابني، دي السيجارة مش شاورما، دي السيجارة. ده ورقة التبغ الصفرة دي. السيجارة بالمختصر المفيد فيها 4000 مادة سامة، منهم 200 مادة مسرطنة على رأسهم مادة النيكوتين الفعالة على جسم الإنسان. ولو احنا شفنا صورة دلوقتي، دي رئة شخص مدخن ودي رئة شخص غير مدخن. شوفوا بتتحول من الزفت والقطران. الزفت والقطران اسم تاني ده صح؟ الزفت هو ده موجود جوه السيجارة.
تمام. فبتتحول طبعا الرئه دي لها بتتصلب نتيجه الزفت والقطران الموجود جوه السيجاره. تمام. طبعا هما بيقولوا خدعوك فقالوا ان التدخين عاده وليست ادمانا، ولكن النيكوتين هو مصنف عالميا منها ماده ادمانيه تؤدي الى الادمان بالفعل. البعض بيقول لك ايه، طب ما انا بشرب السيجاره عادي ما فيهاش مشكله، بس دي مرحله من مراحل وجودك انت مع السيجاره، ممكن تكون في مرحله من مراحل التغاطي تخليك ان التغاطي بالنسبه لك هو بتشوف بس فيها شهر العسل او خداع الماده المخدره على الجسم. الماده اللي احنا شايفينها النهارده، النبات اللي احنا شايفينه النهارده اسمه نبات القنب، اللي بيستخرجوا منه البانجو والحشيش. الحشيش بيجي من القمم الزهريه والبانجو بيجي من الاوراق دي. طبعا الحشيش والبانجو من اصل نبات واحد، في ماده اسمها تي اتش سي اللي هو بيطلعوا منها ماده الحشيش. التي اتش سي دي بتتخزن جوه دهون الجسم لفتره بتصل كام؟ 45 يوم. تمام. الشخص بيتوهم من الشائعات المغلوطه حوالين البانجو والحشيش انها ليست ادمانا، لان انا ما بحتاجش الجرعه، ولكن الجرعه موجوده جوه دهون الجسم. الترامادول، الترامادول هو ماده مسكن مركزي، دواء على فكره يا جماعه، الترامادول كان دواء، ولكن هو بيؤثر على ايه بالظبط بقى؟ بيؤثر على الخلايا العصبيه، بيعمل حاجه اسمها بيعمل اصابه في غلاف الميلين في الخلايا العصبيه، يعني بيعمل فجوات في الخلايا العصبيه بيخلي الشخص يتعب بس ما يحسش بالتعب. يعني اجهزه الجسم الخارجيه زي ما واحد كده بيحط ايده على حله سخنه ماشي وهو مش حاسس. تخيل بقى انت في اقل من لحظه لما واحد بيشيل ايده كده من على الحاجه السخنه بيعمل ايه؟ اتلسعت. ان الجسم ابتدي يوصل عن طريق الاشارات العصبيه ديت او الخلايا العصبيه دي للمخ انا بتلسع، فالمخ بيدي امر للايد انها تشيل الايد فبتشيلها. تخيلوا بقى الفجوات ديت تبقى موجوده في الخلايا العصبيه، ما بيستقبلش الجسم او المخ ما بيستقبلش التعب او الارهاق الناتج من الشقه الكتير، فبيتوهم الشخص ان الترامادول دوت هو بيؤثر على طاقه الانسان او نشاط الانسان فبتخليه يشتغل اكتر. طبعا الترامادول بيؤثر على مراكز المسافات والزمن، احيانا مركز الزمن يقول لك ايه الوقت ياه مر معاك هوا. طبعا ده وقت المذاكره، الوقت بيمر هوا. يا سلام، معقوله كده وقت المذاكره الجميل ده انتهى؟ هيا. وفي احيانا بقى واحنا بنلعب قصاد التلفزيون او الفيسبوك، ياه ده الوقت مش راضي يمر، مش ممكن، الوقت بيمر بصعوبه ماشي. بس يا جماعه كل انسان وكل البشر على وجه الارض بيعيش 24 ساعه في ال 24 ساعه، هنا زي اي دوله ثانيه 24 ساعه في ال 24 ساعه، ولكن ادراكنا احنا للزمن هو اللي بيختلف. اوقات الساعه بتعدي دقيقه، واوقات الدقيقه بتعدي انها ساعه حسب المتعه. تمام، حسب ارتباطي انا بيها. فالترامادول بيؤثر على مركز الاحساس بالزمن، فبيعيش 5 دقائق انهم ساعه وساعتين، وكمان بيؤثر على مركز المسافات. يعني المسافه اللي ما بيني وبينك قد ايه كده تقريبا؟ 3 متر 2 متر، المخ هو اللي قاسها. تمام؟ طب المسافه اللي ما بيني وما بينك كده زياده قد ايه؟ قد ايه كده؟ 8 متر 7 متر، تمام؟ مين اللي قاسها؟ المخ. فالترامادول بيؤثر على تقدير المسافات دي، فتخيلوا واحد سايق عربيه تريلا او ملاكه عشان الناس ما تزعلش. على تاثير الترامادول، هو سايق على تاثير الترامادول، هيشوف المسافه اللي ما بيني وما بينك قد ايه؟ اكتر من كده كمان. مترين، هو المفروض مترين، انا شايفهم ابعد من كده، فهفرمل امتى بقى؟ بعد ما اعمل حادث مروع، او ان انا شايف المسافه ما بيني وما بين زياد هي مسافه قريبه جدا، وزياد يقول لي تعالى يا محمد، اقول له ما انا جاي اهو، انا جاي اهو، ما انا جاي، ويفضل الناس تضحك عليه على الخطوات البسيطه، لان هو مش مدرك ان المسافات هي المسافات الصحيحة دي. تمام. عشان كده بنقول يا جماعة اي شيء من التجربة اللي احنا عملناها دلوقتي في المونبوني، اي شيء حد يجربها لازم تحط التجربة دي في ميزان حاجتين. الحاجة الاولية المنافع والمكاسب، ايه المنفع والمكسب من التجربة دي؟ ايه المنفع والمكسب من التجربة دي؟ او المخاسر والمخاطر والمخاطر من التجربة دي. ميزان ما بين المنافع والمكاسب، المنافع والمكاسب قصاد المخاسر والمخاطر. لو ميزان المنافع والمكاسب رجح افعل، لو ميزان المخاسر والمخاطر رجح ابتعد،
وطبعا المخدرات والتدخين لو حطوا في الميزان دوت بيبقى طبعا اكيد المخاطر والمخاسر بترجح. فما تكررش، خليك انت من الشخص التاني اللي مش هيجرب، مهما كانت المغريات، مهما كانت التحفيز، مهما كان رغبتك انت في التجربة، فخلي بالك اوعى تجرب. في حاجة بقى تالتة، حاجة اسمها بنسميها ارجاء الاشباع. يعني ايه؟ في بعض الاحيان يا محمد الحاجات بتبقى ايجابية وفيها منافع ومكاسب كتير كتير كتير، ولكن المنافع والمكاسب ديت مع الوقت ممكن يأثروا عليا سلبا، زي كده كتر اكل الشوكولاتة والمواد الغازية بتؤدي الى ايه؟ السمنة. واحدة بتاكل الشوكولاتة اهي، بتؤدي الى السمنة او ارتفاع ضغط الدم او السكر او الامراض بتاعت اللثه او السنان او هشاشة العظام كترها. فعشان كده بنتكلم على ارجاء الاشباع، مش لازم دلوقتي تاكليها، اجليها الدهاني حتى. عارف اقول لك حاجة، عملوا تجربة اسمها المارشميلو، ذا مارشميلو تيست. مين سمع عنها؟ المارشميلو تيست، ها؟ استاذتنا طبعا، ها؟ اكيد. يعني ايه؟ جابوا طفل وقعدوه قدام قطعة من المارشميلو في غرفة لوحده، المدرسة بتاعته تقول له بص يا حبيبي، بص يا حبيبي قدامك قطعة المارشميلو، يا سلام يا سلام يا سلام، بشكرك اشكرك والله انا بشكرك، لا خلاص يا ست خلاص والله، لا بتقوليه بشكرك، وكمان الحجم السوبر كمان، يا انت سوبر، حيوها يا جماعة تحية كبيرة، بشكرك جدا جدا يعني. فالمارشميلو، تجربة المارشميلو، قعدوا الطفل وطفل قدامه قطعة من المارشميلو، ماشي، قطعة مارشميلو، عارفين؟ المدرسة تقول له هتقعد لوحدك قدام قطعة المارشميلو، لو جيت لقيت قطعة المارشميلو زي ما هي هديلك قطعتين. طبعا هو الوقت مش هيسفع، مش هيأذن دلوقتي الوقت ان احنا نعرض الفيديو ده، وفي فيديو موجود فعلا، تمام، موجود على اليوتيوب ممكن تشوفوه. لقينا ايه بقى؟ في طفل ماسك المش وعمال يشمها ويحطها، وطفل تانية من قبل ما المدرسة تطلع من الفصل كلت المارشميلو على طول، واحدة تانية تمسك حتة المارشميلو من تحت تقطع منها حتة على لسانها كده، او عفوا تلحس حتة كده من تحتها من غير ما حد ياخد باله، تمام؟ طبعا المدرسة مع وقت مش معلوم بتخش على الطفل وتقول له ايه؟ ايه ده انت كلت المارشميلو، خلاص خد قطعة المارشميلو بتاعتك وتفضل. انما يعني الطفل اللي صبر واستنى وحصل له ارجاء اشباع، اجل اشباعه ده دلوقتي، خطعت قطعتين مارشميلو وحطهم مره واحده بق واحد، لان هو صبر. الدراسات بتقول ان دولت 5% بس من الاطفال، 5% من الاطفال اللي بيقوموا بارجاء اشباعهم حتى يحققوا النجاح. شفتوا بقى؟ اجي على نفسك، ما تقعدش على الفيسبوك كتير، تاكل الشوكولاته كتير، حددوا الجرعات بتاعتكم حتى لا تتحول هذه الجرعات الى سموم بيضاء زي ما بيقولوا كده، السكر والملح. واخدين بالكم؟ دي بوابه من بوابات دخول ادمان المخدرات، اسمها سوء الاستخدام. الترامادول على فكره يا جماعه اللي انا كلمتكم عليه دواء بيتباع في الصيدليات، بسوء الاستخدام تحول ان هو بقت جريمه ان الشخص بياخد او الشخص بيحمل قرص ترامادول. عشان كده بنقول لكم دايما خلي بالك في حياتك، في المواقف بتاعت حياتك، دي معادلة حياتك. الشخص دوت لما وقع في المشكلة ديت وعنده امكانيات بسيطة، شوفوا تفكيره وصل ايه، والشخص دوت بنفس الامكانيات شوفوا عمل ايه، لان معادلة حياتك عبارة عن ايه؟ افكار اللي اتكلمنا عليها في الجزء الاولاني، انت زائد مشاعر على قراراتك بتساوي حياتك. لو حياتك بالشكل دوت، راجع قراراتك وراجع مشاعرك وراجع افكارك في الاول، تمام؟ طيب افكارك ومشاعرك على قراراتك بتساوي حياتك. ادي افكاره وقع في نفس المشكله، ابتدى يستخدم بتفكيره وشعوره الاحباط دوت او التوتر او الحزن او الاسى ده، ابتدى يحوله لجزء ايجابي في حياته، ابتدى يستخدم الامكانيات ديت وابتدى يعمل خطوه في خطوه خطوه حتى تصبح نتائجك، النتائج بتاعتك ديت اللي هي حياتك سببها القرارات والمشاعر والافكار. عشان كده دايما بنقول للناس دعوه للحياه الجديده من النهارده، استمر وابدا بحياه جديده. خلي بالك من النهارده كل انت صاحب
رؤية وهدف انت عاوز عايش ليه في حياتك. انا لو قلت للناس مين يطلع معايا رحلة؟ ها كويس. بطبيعة الحال بطبيعة الحال اي رحلة انت بتطلعها لازم تعرف انت رايح فين ومع مين وامتى وازاي، هتاخد معاك ايه، هتعمل ايه في الرحلة هناك، هنرجع من الرحلة امتى، هنطلع. تخيل بقى رحلة حياتك، عاوزك تقولي في رحلة حياتك هنتصرف بس نطلع، هي دي حياتكم اللي انتوا عايشينها. فلازم يكون لكم هدف ورؤية، هدف ورؤية في حياتك عايش ليه عشان تحققه، زي بالظبط الرحلة اللي احنا اتكلمنا عليها بالظبط كده. اعملوا زي ما بتعملوا في الرحلة، رايحين فين وازاي ومنين وهنعمل هناك وهنتصرف ازاي وهنطلع هنطلع، اعملوا في حياتكم كده بالظبط. تاني حاجة، ابتكر نظام وعادات جديدة لحياتك، ابتكر نظام ايجابي وعادات ايجابية جديدة في حياتك. احنا محينا الجزء السلبي او التفكير السلبي، في جزء ايجابي عندك استثمره واستخدمه. كن مستعد دائما، خليك مستعد دائما بالرؤية، هتكون مستعد دائما، عندك ذكاء الفرص. احنا قلنا في الشخصية الايجابية دايما بيفكر بالفرص، هو اللي بيصنع الفرصة لنفسه. يعني ايه؟ جات لك فرصة من النهاردة لأكبر شركات استثمار في مصر، عاوزة خريج تجارة، أنا خريج تجارة، مش أنا يعني، واحد منكم خريج تجارة، تمام؟ عنده لغة أجنبية كون بدرجة ممتاز، هل أنت مستعد لده؟ آه، فعشان كده بقول لك لازم تستعد من ده من دلوقتي، كن دايما مستعد عشان ما حدش غيرك ياخد فرصتك. كن ايجابي واهتم بغذاء العقل والجسد، طبعا غذاء الجسد احنا مش عايزين وصاية، ما شاء الله مظبطين نفسنا. السجاير شفناها شاورما عادي ماشي فعادي، انما غذاء العقل هي الامكانيات اللي اتكلمنا عليها والقدرات اللي عندك، نميها بالتعلم والتدريب المستمر، اتعلم كل يوم مهارة، كل يوم كلمة، زي ما دكتور ابراهيم الفقي رحمة الله عليه علمنا، اتعلمه كل يوم كلمة، 5 كلمات انجليزي، افتح قاموس الانجليزي كده اتعلم 5 كلمات، 5 × 5 × 5 كلمة يا سيدي، 3 كلمات كل يوم، واظب على كده اكيد من النهاردة لنهاية السنة مش هتبقى فارق، زي تبقى فارق بشكل كبير جدا طبعا، لان النهاردة نهاية السنة كنت اتعلمت قد ايه كلمات وعلمت نفسك ذاتيا. اقترب من الايجابيين والداعمين لك، اقترب دايما من الناس اللي بتشجعك وبتحفزك، الناس اللي بتروي الزهرة بتاعتك. فاكرين المسألة بتاعت الزهرة، احنا محتاجين دوت الحافز، ما يقولكش ايه، يقولك كلام سلبي، مش عايز يقول الكلام السلبي، ولكن خليك مع الداعمين الايجابيين اللي دايما بيشجعوك وبيقولك خطوة من القدام، خطوة للامام، انت تقدر، انت تنجح، كلنا نجحنا في مجالاتنا وفي تخصصاتنا، انت ممكن تنجح كمان في اللي انت عاوزه. كافئ نفسك فانت تستحق، انت فعلا تستحق النجاح وتستحق التميز، انت فعلا تستحق انك انت تاخد قرار من نفسك وتقول انا فعلا شخص ايجابي، انا فعلا هقدر ان انا اكون اقوى من اي شيء، ان انا اكون اقوى من اي استسلام، ان انا اكون اقوى من اي افكار سلبية او اي ضغوط ومشكلات ممكن تقدر تقابلني. عاوز اقول لكم قصة، القصة دي بتقول كان في شاب جميل رائع وهو في رحلة حياته قابل ضغوط ومشكلات زي ما كل الشباب بيقابلها، ابتدى يفكر في مشكلاته وضغوطه، واحد صاحبه قال له مالك ايش بيك، قال له انا عندي ضغوط ومشكلات مش عارف اعمل ايه يا صاحبي، دلني على الطريق يا صاحبي، قال له شوف نصيحتي ليك، البوابة اللي هناك ديت بوابة فيها باب حديد كبير، خبط عليه وجوه واحدة هتفتح لك. فعلا راح الشخص دوت البوابة اللي هناك اللي سورها عائلي وبوابتها حديد قوية، خبط على الباب فتحت له واحدة لابسة أبيض فابيض، أبيض فابيض، شعرها أبيض طويل ناعم، قالت له أهلا بيك، أهلا بيك، أهلا بيك، اتفضل أنا اللي هوصلك لعالم عمرك ما شفته. دخل معاها، خدته من ايده ودخلته في الغابة ديت او الجنينة ديت، لقى فيها زرع اخضر جميل مليان بالاشجار الحلوة المثمرة وصوت العصافير الجميلة المبدعة،
وشاف المية اللي سارية ما بين الزرع الأخضر دوت وشاف لون السماء الجميل الرائع. مشي مع زميلتنا اللي لابسة أبيض فأبيض. فجأة زميلنا وقع في مشكلة. وهو عايش في حياته وقع في بير غويط مظلم. وقع انكسر انألم من جواه. فضل يفكر ويقول يا ربي ايه اللي وصلني للحزن والأسى اللي انا فيه دوت؟ انا يدوبك بس شايف فتحة النور اللي فوقية ديت. يا ترى مين اللي هينجدني؟ مين اللي هيساعدني في الوقعة اللي انا فيها دي؟ سمع صوت من بعيد بيقول له انت اقوى من الاستسلام. انا ممكن اساعدك، انت اقوى من الاستسلام. لا ايد بتجيله من الفتحة النور ديت وتمسك بايده وتطلعه من المشكلة اللي هو فيها. بعد ما طلع من المشكلة اللي هو فيها لقى نفسه في مكان كله صحراء جرداء لا فيها مية ولا ماء. سأل صاحبه اللي طلعه وانقذه قال له ايه الحكاية؟ قال له الحكاية انا اقول لك. عارف مين صاحبتك اللي كانت لابسة ابيض فابيض؟ دي السيجارة. خلي بالك هي بيضة فابيض، ابيض فابيض، هي ابيض فابيض بس من جواها اصفر. وخلي بالك ممكن كمان يكون من جواها اخضر البانجو. خلي بالك ممكن تكون ابيض فابيض وقلبها ابيض البرشامة، العقاقير الطبية المخدرة. خلي بالك دي خداع وهم انت بتشوف من خلالك ومن وجهة نظرك ومن تأثير المخدر دوت، ان هي هتخليك عايش في عالم جميل مبدع سعيد، بس ده وهم. انت اقوى من الاستسلام. بس للولد اللي بيقول له كده قوله طب انت مين؟ ساعدتني ازاي؟ قال له انا متطوع في مكافحة الادمان، بساعد اي حد وقع في مشكلة الادمان والمخدرات علشان نقول لكل الناس انت اقوى من الاستسلام، انت اقوى من الاستسلام.